محمد عشان خاطر بس انا للاسف انا بس برضه شغل بتكلم الموبايل فمعرفتش اعمل شير سكرين من عندي. هندخل على الجزئيه الاساسيه اللي هنستخدمها النهارده في الكيسز بتاعه النهارده اللي هي الفور كويستشنز اللي بنسالها. هيا خلينا بقى في سلايد يا دكتور. دلوقتي احنا طبعا اكيد سمعتوا في المحاضره ان احنا اي حاله سينكوب انا بتعامل معاها واحد جاي بيقول لي انا اغمى عليا او انا وقعت في الارض اللي هي بيسموها بالانجليزي في اللغه العاميه بتاعتهم في انجلترا مثلا يقول لك بلاك اوت اي هاد ا بلاك اوت ايبيسود. انا المفروض اسال نفسي اربع اسئله. اول سؤال، هل ده كان فعلا توتال لوس اوف كونشسنس؟ لان ساعات كتير جدا العيان يقول لك ما فقدش الوعي، هو وقع اختل توازنه حصل اي حاجه ادت انه وقع في الارض ولكن هو كان واعي، يبقى ده مش سينكوب. انا اول ناس حاجه اسالها حصل لوس اوف كونشسنس ولا لا. حاجه ثانيه، لو هو لوس اوف كونشسنس هو سينكوبل ولا نون سينكوبل؟ عارفين تعريف السينكوب، sudden transient loss of consciousness caused by global cerebral hyperfusion. epilepsy مش سينكوب، لو كانت hypoglycemia ده مش سينكوب، لو تروما ده مش سينكوب. فده تاني سؤال. ثالث سؤال، لو هي سينكوب هل في features في الهيستوري او الاكزامينيشن خليني اقول في etiology كتير اللي هي سواء مثلا vasovagal او اني كارديو سينكوب. واخر حاجه بس لهاي ريسك events. شوف السلايد اللي بعدها. اول حاجه ان احنا في موضوع ترانزيت لوس اوف كونشسنس، شوف بس السلايد بعدها يا دكتور. عارفين الفور كرايتيريا ليها اللي هي شورت ديوريشن اب نورمال موتور كنترول ولاك اوف ريسبونسز وامنيزيا، وانتوا طبعا شفتوا الكلام دوت في المحاضره. هندخل على اللي بعدها على طول. انا عندي السلايد دي بس عشان خاطر دي كده جزء النظري اللي هو موجود في المحاضره عشان نقدر ندخل على الكيسز على طول عشان ما نعطلش اللي هيبقى الدكتور هيبقى عندنا. ده جزئيه الابليبتيك سيجرز طبعا احنا قريناها برده اللي هي جنرالايزد وانواعها. ندخل باللي بعديها، انا عايز ادخل بس على جزئيه ان احنا تطبيق الاربع اسئله. ندخل السلايد اللي بعدها. كمان يا دكتور كمان ندخل على سلايد ثانيه فيها الاربع اسئله متجمعين في الاخر. هنقف هنا بقى. احنا عارفين الثلاث انواع للسينكوب اللي كلنا عارفينهم، هنقولهم بس ان بريف عشان طبعا على اساس كده النهارده هنقول الثري كيسز بتاعتنا. ريفلكس سينكوب اورثوستاتيك سينكوب وكاردياك سينكوب. لو اتكلمنا اول واحده في السلايد اللي بعدها على ريفلكس سينكوب، هنقول ان ريفلكس سينكوب بتكون في حالات ايه؟ زي مثلا ان حالات، انت نشوف النص اللي بعدها يا دكتور. عندنا فازوفيجال سينكوب اللي هي جزء منها ساعات اورثوستاتيك او ايموشنال. عندنا سيتويشن سينكوب كاروتيد ساينس سندروم ونون كلاسيكال فورم. طبعا عارفين الفازوفيجل اللي هي الكلاسيك فورم اللي هي بتحصل في الاغلب مع ستريس سيتويشن او مع برولونج ستاندينج. كل ديت حاجات ممكن تكون تريجر للفازوفيجل سينكوب. سيتويشن سينكوب اشهرهم طبعا الميكتيوريشن سينكوب والحاجات اللي بتحصل مع السترينينج، زي ساعات ممكن تحصل مع السوالوينج او ساعات تحصل مع مثلا لو مثلا عارفين هو بينفخ في الات النفخ النحاسيه مثلا، ده حاجات ممكن تعمل سيتويشن سينكوب. والكاروتيد ساينس طبعا المعروفه اللي بتحصل مع الشيفنج او مع التايت كولرز. ممكن تكون فازو ديبريسور، ممكن تكون كارديو انهبيتوري، ممكن تكون ميكسد. شوف اللي بعدها. طبعا كل دي تريجرز ليها اللي خليني اقول ان في الاغلب دي فازوفيجل، ان الاقي لونج هيستوري بتاع سينكوب، ان الاقي ان في unpleasant smell ان التريجر كان unpleasant smell سايت او pain او stressful situation or wrong standing مع الهيفي ميلز يبقى عليها بوست برانديا سينكوب، being in crowded او hot places مع الهايبوكسيا ده ممكن يكون تريجر، الفي برودروم في الاغلب قبل السينكوب زي بالور سويتنج نوزيا، الهيد روتيشن او بريشر على النك في حالات الكاروتيد ساينس سندروم. وطبعا اكيد ما ينفعش يكون عيان كاردياك وهفكر في فازوفيجل، هفكر في الاغلب كاردياك سينكوب، فيكون العيان ما عندوش نون كاردياك هيستوري. تشوف اللي بعدها. اورثوستاتيك سينكوب طبعا عارفينها اللي هي مشهوره باسم اورثوستاتيك هايبوتنشن اللي بيحصل مع الفينس بولينج، ساعات بيحصل مع الستاندينج او الاكسرسايز او افتر ميلز. ونخلي بالنا في تفرقه مهمه جدا، الاورثوستاتيك هايبوتنشن هو بيجي للسينكوب وانس بيقف في خلال اول ثلاث دقائق في الاغلب. تمام؟ يعني عيان قال لك انا لما جيت اقوم اقف بعد ما كنت نايم مع السرير اغمى عليا، ده في الاغلب اورثوستاتيك. الفازوفيجل بتكون مع برولونجد ستاندينج. تمام؟ فنخلي بالنا اللي في التيل تيبل لما العيان اول ما ارفع السرير الاقي العيان جاله هايبوتنشن في الاغلب ده اورثوستاتيك، لكن الفازوفيجل بتكون برولونجد ستاندينج، العيان بعد اكثر من خمس دقائق او 10 دقائق كمان اوقف عشان اقول ده فازوفيجل. شوف اللي بعدها.
كل دي طبعا اسباب، اشهر سببين بناكد عليهم الدراج انديوس والفوليوم ديبليشن، يليهم بقى الاوتونوميك نيوروباثي والحاجات دي كلها. يعني لما افكر في عيان روستاتيك هايبوتنشن كبير في السن افكر في الديهايدريشن اول حاجه، وافكر في الميديكيشنز اللي بياخدها اللي ممكن تكون بتوطي الضغط، ومنهم الانتي هايبرتنسيف. لو كنا افترينا شويه في الانتي هايبرتنسيف على العيان ده، شوف اللي بعدها دي التريجرز بتاعتها، ومنهم برضو الميلز. يعني ساعات الهيفي ميلز ممكن نفسها تكون تريجر للأورثوستاتيك هايبوتنشن. شوف اللي بعدها كاردياك سينكوب. طبعا ده بقى هو الاساسي اللي احنا بنحاول دايما نطلعها من العيان، ان كان ده كاردياك سينكوب ولا لا، اللي هي اما نتيجه اريثميا، نتيجه ستراكشرال، نتيجه كارديوبالمونري او جريد فيسلز. دي اكتر حاجه احنا اصلا بيبقى التارجت الاساسي نوصل لها، لان الاثنين الاولانيين بيكون العلاج فيهم بيعتمد على اللايف ستايل موديفيكيشن وميديكيشنز بتكون السكند لاين، ولكن الكاردياك سينكوب الموضوع بيختلف جذريا وبيحتاج سبيسيفيك تريتمنت اكوردنج للكوز، لانه ساعات ممكن تؤدي ليه سادن كاردياك ارست. شوف اللي بعدها. كل دي طبعا حاجات تخليني افكر في كاردياك نتاثر في سوبين بوزيشن، سادن اونست بالبيتيشن قبل السينكوب، فاميلي هيستوري طبعا سادن كاردياك ديث وباست هيستوري اوف ستراكشرال heart disease. شوف اللي بعدها الـ ECG finding. أي abnormal ECG finding عشان نحفظ كتير، في حيان بيشتكي من سينكوب لازم أفكر في cardiac syncope بلا شك. شوف اللي بعدها الجدول ده طبعا من الجداول المشهورة في الجايدلاينز، أنا مش هخوض فيه طبعا، كلكم كتير منكم شافوه. بيحاول يقول إن كل فيتشر معين إيه الحاجات الـ possible diagnosis اللي ممكن أفكر فيها في حالات زي ديت، لو وجدت فيتشر زي ده ايه الحاجات اللي افكر فيها. نشوف اللي بعدها كمان بعدها كمان. فالسؤال الرابع اللي هو طبعا هل في ايفيدنس لهاي ريسك كارديوفاسكولار ايفنت؟ دي حاجه مهمه جدا في المانجمنت بتاع السينكوب، ان ادور على الهاي ريسك فيتشرز. زي ايه مثلا؟ في الهيستوري زي ما قلنا ان لما العيان وصل تشيست بين او ابدومينال بين او هيديك، سينكوب حصلت مع الاكسرسايز، سينكوب حصلت during supine position، لازم أفكر في cardiac syncope. sudden onset palpitation، ما كانش فيه prodromal symptoms، family history of sudden cardiac death، حاجات تخوفني أو past history، يعني عين cardiac بيجيله syncope طبعا أخاف من ال cardiac syncope. في الإلمينيشن بتكون الحاجات اللي علاقة بال hypotension، لـ bradycardia، in absence طبعا negative coronary medication، وجود سيستوليك نورمال في الاوسكالتيشن او بليدنج في الديجيتال ريكتال اكزيشن لو كانت سببها بليدنج. الاي سي جي طبعا من الحاجات المهمه طبعا، فيتشرز كتير بيقسموها الميجور وماينور، ولكن خلاصتها عشان ما نحفظش، وجود ابنورماليتي في الاي سي جي كويري بالنسبه لي لازم افكر في كاردياك سينكوب اول حاجه. يعني ما ينفعش الاقي في اي سي جي ابنورماليتيز مقلقه بالنسبه لي لوجود اريثميا تاكي برادي، وجود ستراكشر هارت ديزيز، وجود تشانيلوباثيز، وما فكرش في كارديك سينكوب، ساعتها هكون مش على منطق. فلازم الاي سي جي من الحاجات الاساسيه جدا في حاله زي دي. هنشوف اللي بعدها. وبالتالي ان احنا امتى بنقول possibility of cardiac syncope قليله جدا؟ في حالات ان العيان مثلا ما يكونش عنده family history sudden cardiac death، حاله ان العيان نشوف يا دكتور سلايد، دكتور احمد سلايد، ان عيان ما عندوش history of sudden cardiac family history of sudden cardiac arrest او past history of heart disease، ان ما يكونش في syncope in supine position، في السليب، في الاكسرسايز، ما فيش unusual triggers، وطبعا الريستنج اي سي جي نورمال، ساعتها اقول possibility of cardiac syncope is very low. والانفستيجيشنز طبعا احنا عارفين ان احنا بنقسم الانفستيجيشنز ليه، طبعا كل الحاجات دي بنقسمها ليه بيزك انفستيجيشنز اللي هي الاي سي جي والايكو. نشوف السلايد اللي بعدها دكتور احمد. الاي سي جي والايكو طبعا ده البيزك انفستيجيشنز، وبنشوف بعدها السبيسيفيك انفستيجيشنز اللي بنعملها اكوردنج للتايب، والبيت سايد تيست اللي انا ممكن اعملها في العياده زي الاكتيف ستاندنج وزي حاجات الاوتونوميك تيستنج. دي مش هناخد فيها دلوقتي، هناخد فيها مع كل كيس على حسب السيناريو بتاع الكيس، ولكن الاي سي جي والايكو طبعا من الحاجات المهمه بسبب كم الابنورماليتيز اللي ممكن نشوفها في الاي سي جي والايكو. طبعا انتوا سمعتوا الكلام دوت في المحاضره، كل انفستيجيشن بالشرط بتاعه هنحاول نطبقهم النهارده من خلال الكيس. وعارفين في الاخر ان طبعا موضوع الادمشن بعد كده بنقدر نحدد على حسب الفيتشرز ديت مين العيان اللو ريسك اقدر اروحه واعتمد على
على ان ده في الاغلب فازو فيجا سنكوب او دوت اوستاتيك هايبرتنشن، اقدر ان انا اظبط له علاجه والتعليمات المهمه اللي اقولها له. مين العيان الهاي ريسك ان هو ده ممكن يحتاج ادمشن ايفن في السي سي يو، ومين العيان اللي هو مش قادر عليه هاي او لو ريسك، بنقرر ساعتها كان ممكن يحتاج يتحجز اندر اوبزرفيشن مثلا في وورد او لو في سنكوب يونت اللي موجوده في بعض المستشفيات دي. ممكن لحد هنا بس انا كنت قاصد اقول الملخص بتاع السنكوب، الحاجات المهمه اللي هنطبقها النهارده. هندخل دلوقتي بقى في الجزء الشيق عشان ما نقعدش حاضر كتير، ان هو هنشوف النهارده 3 كيسز لحالات سنكوب ونفكر مع بعض ايه السيناريو. نشوف كيس نمبر 1. Female patient 20 year old, she came to the OPC complaining of repeated blackout episodes of 3 years duration. She mentions that her episodes usually last for a few minutes and usually occur during her work time. If she is standing for a long time, causing her many embarrassing situations. Paragraph, Dr. Badi. One of her episodes occurred after a quarrel with one of her friends, and she denied any history of sudden cardiac death in her family. طيب. ده الكيس سيناريو اللي قدامنا. هنشوف بس اللي بعدها. دلوقتي الكيس سيناريو دي عايزين نطبق عليها الاربع اسئله. هل total loss of consciousness ولا لا؟ syncopal or non-syncopal؟ في حاله suspected syncope، هل في clear etiology؟ وهل في evidence to suggest high risk of cardiovascular events؟ شوف السلايد اللي بعدها. دلوقتي في السيناريو ده ايه الحاجات، وهنا بقى هنقعد نعمل discussion مع بعض، ايه الحاجات اللي في الهيستوري اللي بالنسبه لكم ممكن تقول انها striking تخليني اقدر اوصل لاجابه على الاسئله الاربعه دول قدر الامكان بقدر المعلومات الموجوده هنا دلوقتي. مين يحب يقول رايه؟ ايه الحاجه السترايكنج في الكيس سيناريو دي؟ هو ممكن اقول يا دكتور؟ اتفضلي طبعا. هو مبدئيا طبعا الوصف بتاع البيشنت نفسه ان هي بتقول ان هو كان كومبليت باك اوت. تمام. ده يقول لي ان هي كانت فعلا توتال لوس اوف كونشسنس. تمام. دي بتاعت اول سؤال. تاني حاجه ان هي بتقول ان هي بتجيلها ايبيسودز بقى لها 3 years، فكونها ان هي recurrent في حد ذاتها ده يقول لنا ال type no most probably vasovagal. تمام. وان ال pattern اللي بتيجي فيه ان هي بتقعد ثواني وبتبقى spontaneously gained her conscious، ده برضو مع ان هو يكون syncopal attack و most probably برضو vasovagal. تمام. وهي بتحصل مع ان هي بتفضل يعني long standing، ما جابتش سيرة مثلا ان هي وهي قاعدة وتقوم مرة واحدة، ومرة كمان كانت مع خناقة مع واحدة صاحبتها، فده كل ده ماشي مع ان هي vasovagal attack mainly. تمام، صح جدا كده. طبعا كل الكلام اللي قلتيه طبعا يا دكتور صح. هنشوف مع بعض كده السيركلز اللي بنتعلم. هي قالت طبعا black out episodes، نلاقي بعدها ان هي 3 years duration، فالأم the history of recurrent syncope يعني في الاغلب دي ما كانتش كاردياك سينكوب، يعني كاردياك سينكوب ثلاث سنين صعب قوي تحصل، والا الموضوع كان هيكومبليكيت او هنلاقي فيه بروجريشن سواء في الاوريجينال كونديشن او ان يتطور الموضوع لسادن كاردياك ديث، لكن صعب يكون لونج هيستوري اوف كاردياك سينكوب. طبعا حته انها وقت مره حصلت مع برولونجد ستاندينج، احنا زي ما قلنا الفازوفيجال ممكن تحصل مع البرولونجد ستاندينج عكس الاورثوستاتيك اللي هي ممكن تكون ايميديت افتر ستاندينج. طبعا افتر كوارل هنتكلم في ستريس سيتويشن، وطبعا هي ما عندهاش اي هيستوري اوف سادن كاردياك ديث. يبقى انا هنا كيس سيناريو اداني معلومات خلتني اقول ان في الاغلب هي فعلا كاردياك سوري فازوفيجال سينكوب. طبعا كلمه بلاك اوت انا كاتبها هنا طبعا يعني باختصار، ولكن طبعا لو احنا في عياده كلنا عارفين ان انا لازم هسال العيان اغمى عليك ولا لا، لازم اتاكد منها، لان طبعا في يعني مصريين كتير يقول لك اغمى عليا، بنتاكد برضو ايه يعني حصل ايه بالظبط، اوصف لي حصل ايه، طب وقعت في الارض، كنت حاسس بالناس اللي حواليك، انت سامعهم، فقدت الوعي، طب فاكر ايه اللي حصل لك بعد كده، طب حصل حد شافك مثلا قال لك ان انت مثلا رجعت، حصل ان انت كانت شفايفك مبيضه او مزرقه، عضيت لسانك، الاسئله اللي بنقعد نسالها. ولكن هنا طبعا عشان الكيس سيناريو انا ايه اختصرتها في كلمه بلاك اوت، فافترضنا طبعا ان هي كانت كومبليت لوس اوف كونشس، لكن في العياده بنسال اسئله اكتر من كده. شوف السلايد اللي بعدها. دلوقتي هل انت حد شايف ان انا محتاج استاذنك بس حاجه؟ اتفضل. انا جون مرقص، ازيك عامل ايه؟ دكتور جون. دلوقتي الابيسودز دي كانت بتقعد يعني last for few minutes، فهل ده كده ماشي مع السينكوب؟ هي السينكوب اصلا في التعريف بتاعها ان الابيسود بتكون short duration، لان هي لو duration خليني افكر ان انا ابعد عن السينكوب. يعني لو انا ليه مثلا بفضل مغمى عليا نص ساعه، ودي بنسمعها كتير جدا في العياده، ان عيني يقول لك ايه ده احنا يا دكتور ممكن نقعد ساعه بنحاول نفوق ومش راضي يفوق،
ده مش سينكوب. ان لم يكن شورت ديوريشن دي اب تو قد ايه يعني التايم ليميت بتاعها 5 دقائق او 3 دقائق كمان، لان هو اكتر من 3 دقائق بيبتدي البرين لو في هايبوبرفيوجن في البرين اكتر من 3 دقائق ده ممكن يؤدي لسكيميك انسولت. عشان كده في الارست يقول لك دايما بنحاول نقلل الانتربشنز، يقول لك الانتربشن ما تزيدش عن 10 ثواني اللي هي لو انتربت عشان اشوف الهارت بيتس. فالفكره ان طبعا لو اكتر من 3 دقائق في الاغلب بفكر اللي عنده لو كان فاق من السنكوب كان هيقوم بستروك او هيقوم بيسكيميك انسلت. فشورت ديوريشن دي حاجه فعلا زي ما حضرتك قلت ماشيه مع السنكوب. وعشان كده لما اسمع في عياده حد بيقول لي، ودي بتحصل مثلا تلاقي واحده مثلا جايه مع بنتها تقول لك يا دكتور بيغمى عليها كتير جدا، ده احنا ممكن تفضل ساعه مغمى بنحاول نفوق فيها، ده مش سنكوب. ده انا كان قصدي ان في يوم مينتس اللي هي 3 4 دقائق او 5 دقائق تعتبر فتره كبيره، يعني قصدي انها المفروض تبقى فيو سكندز اب تو 1 مينيت او 2 مينيت. مش فيو سكندز قوي ولكن ممكن اقول اقل من 3 دقائق. خلينا نقول 3 دقائق لان هو اكتر اكتر من 3 دقائق بيسكيميك انسل. ساعات الموضوع ان هي وانس بتقع على الارض بتفوق، لان انت وانس بتبقى ريكومبانت بوزيشن العيانه مثلا بتريجين السيركيوليشن، وده في الفازوفيجل. الفازوفيجل بتفوق بسرعه. السايكوجينيك سودو سينكوب هم اللي ممكن تبقى الموضوع بيطول معاهم، فبنفكر دي مش كاردياك سينكوب او ان لم تكن ايبيليبسي. الايبيليبسي ممكن تقعد وقت طويل طبعا. هل حد يحب يسأل؟ العفو يا دكتور، شكرا عليك لفت نظر الناس برضو للمعلومه ديت. ربنا يخليك، شكرا. حد يحب يسأل البيشنت دي اسئله ثانيه؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا دكتور شريف، انا دكتور انور الزرفي. دكتور انور، زي حضرتك عارف حضرتك طبعا. شكرا جزيلا طبعا على الكيسات وعلى الشرح الرائع. ربنا يخليك، تفضل. ربنا يخليك. احنا مع طبعا مع دكتوره مرغت احنا بنسال عيان كل سؤال يعني في التفاصيل صراحة. في مثلا في تريجر لكل سنكوب، يعني لكل إبسود أنا بخليه بيتكلم عليها، يعني أول واحدة حدثت من إمتى وحصلت إزاي، هو كان فين، كان في البيت، كان قاعد، كان واقف، ساعة كام الظهر، كان فاطر ولا لا، كان شارب مية ولا لا. بشوف كل الإبسود، هل كل الإبسود ريليتد للستريس كونديشن، بفكر حاجة تانية. أوكي، يعني في انا ده بسال على كل التريجر الموجوده، بسال على السميلينج، بسال على النويز، بسال على السيتويشنال سينكوب. في مرات بنشوف في اسوشيشن معاها، يعني ديورينج ديفيكيشن ولا ديورينج يورينيشن. بسال على الاورثوستاتيك سينكوب، ممكن يعني ممكن بتحصل معاها وممكن بيكون برضو في اسوشيشن معاها. بسال عن السويتنج، بسال عن الدراينس اوف ماوث، بسأل هو صح ازاي، بسأل في بالبيتيشن قبلها ولا لا. يعني في اسئله كثيره في السنكوب نحلل كل ابيسود. ممكن في سؤال واحد هو بيدلينا على او يثبت لينا ان دي فعلا فازوفيجل، وممكن في اجوبه بتخلي الحاله بين البنين، يا فازوفيجل يا كاردياك. وانا بشكر حضرتك جزيل الشكر. رائع يا دكتور انور، حضرتك قلته فعلا، يعني حضرتك يعني قلت معلومه مهمه جدا ان انا اعمل اناليسيس للسم لكل ايبيسود، لان فعلا ممكن تبقى ايبيسودز تسجست فازوفيجل والعين يقول لي على 1 ايبيسود تخليني اغير الدايجنوز بتاعي تماما. وعشان كده ده فكره ان في السنكوب بنسال اوبن اندد كويشن، اللي هو في البدايه نقول له ايه، احكي لي ايه اللي حصل، احكي لي اللي حصل بالظبط في كل، يعني هو مثلا بيقول لي انا اغمى عليا مره، اقول له المره دي احكي لي بالظبط حصل ايه، حصل ايه قبلها، حصل ايه اثناءها، من عن طريق الويتنس طبعا اللي كانوا معاه، حصل ايه بعدها. تمام، عشان كده فعلا العين لازم يوصف وابدا اساله طب حصل كذا، طب حصل في مره قبل كده كذا ولا بس. فانا بقول ان في فاميلي هيستوري، حتى الفازوفيجل في فاميلي هيستوري، ولازم نسال على الاخوات ونسال الام والاب، لان يعني من ضمن الحاجات الحديثه اللي الواحد اكتشفها ان الفازوفيجل ده في فاميلي هيستوري، يمكن مش مكتوبه في الكتاب بس كذا حالة بتجيلنا العيادة وبروفد انها فازوفيجل. والتروما طبعا يا شريف، لان اي حدث فيه تروما لازم ناخد بالنا كويس جدا جدا. ده احنا كمان بنسأل العيان اليوم اللي قبله كنت بتعمل ايه، يعني نمت كويس ما نمتش كويس، كان اسبوع مرهق، كان شغلك طبيعي، يعني ما بنسيبش اي حاجة زي ما انور قال كده الا لما ندخل في تفاصيلها. جايد لاينز قبل الاخيرة كانوا منزلين جايد لاينز في سينكوب، كان اهم حاجه في السنكوب هو الهيستوري، لو تتذكروا الجايد لاينز بتاعه السنكوب. بس انا احب اضيف كده وارحب بكم جميعا وهبقى معاكم كده، والدكتور بيومي معانا طبعا لو ليه راي في حاجه. يا دكتور بيومي عايزين نسمعك.
لا مع حضرتك يا دكتور مرفت، ما ده كلام حضرتك مظبوط، وزي ما الدكتور شريف زي ما قال احنا بنسال الاسئله ونستفسر في الهيستوري، لان هو دايما في السنكوب الهيستوري هو مفتاح الحاله. لو خلصنا الهيستوري واحنا لسه ما عندناش فكره احنا بن ايه، الوضع بيبقى صعب جدا، لان احنا ما عندناش انفستيجيشن جولد ستاندرد في السنكوب. فكلام حضرتك مظبوط ان احنا بنقعد نفحفر في الهيستوري كانه استجواب كده، بنحط صاعقة الكهرباء ونلعب النور فوق راس العيان ونضلم الاوضه عشان يقرب كل حاجه ويعترف. كل معلومه في الهيستوري تبقى مفيده طبعا. شكرا دكتور بيومي، شكرا جزيلا. اتفضل يا دكتور شريف، اتفضل كده. تأكيدا على كلام دكتورة ميرفت ودكتور أنور ودكتور بيومي، يو كي السيمتوم الوحيد في يو كي اللي شفت له كان عيادة لوحده معمولة اسمها بلاك أوت كلينيك. بلاك أوت كلينيك يعني إن هو في عيادة بس للناس اللي بيشتكوا من بلاك أوت، اللي هو في الأغلب بيكون سينكوب أو حاجة نان سينكوبل. سبيشالست نيرس تفضل قاعدة مع العيان، تتكلم عن مدة تلت ساعة أو بتتكلم مع العيان في الابيسودز اللي حصلت له، وبتبلغ بيها الدكتور عشان تصل في الاخر للكونكلوجن ايه سبب السيمتوم او البلاك اوت. يعني مفيش سبين كلينيك، مفيش ديسنيا كلينيك، لكن في بلاك اوت كلينيك. ففعلا الهيستوري هو الحاجه اللي ممكن تقول انا وصلت للتشخيص من قبل حتى ما ابدا اطلب الانفستيجيشنز. طبعا في اسئله ثانيه لازم اسالها العيانه دي، لان الهيستوري اللي احنا شفناه ده بالرغم ان الكيس سيناريو ده كان مليان تيبس ادتني خلتني اقول انا موست بروبلي بفكر في فازوفيجل، في حاجات تانية ممكن اقولها تخليني امشي نفس السكه او اغير راي. فمثلا لو سالت العيانه طب انت بيجي لك وورنينج سيمتومز قبلها، اجابه العيانه قالت بيجي لها ديزنس وسويتنج. طبعا البرودروم بيمشي دايما اكتر مع الفازوفيجل، في الكاردياك سينكوب اخرنا البالبيتيشن، لكن في الاغلب لما العيان بيقول لك سويتنج وبالور ويحس ان هو كانه هيرجع، في الاغلب بيمشي اكتر مع الفازوفيجل، ولان ممكن يحصل مع الكاردياك. لما سالناها على بريسيدنج بالبيتيشن، اجابه العيانه ساعتها قالت لا مفيش بالبيتيشن. شوف بس نكس الدكتور هنا عنده كل سؤال بعد اذن حضرتك دكتور احمد. نو مفيش بالبيتيشن. سالنا على باست هيستوري اوف هارت ديزيز او اني كاردياك سيمتومز، واسال بالتفصيل حصل كذا حصل كذا حصل كذا، مفيش. سالناها على تانك بوينتنج جيركي موشن ساينوزز انكونتنس تروما، قالت لا اكسبت انها ممكن تروما. وخلي بالنا يعني التروما طبعا بتخليني اخاف من العيان جدا، او اخاف على العيان ان دي ممكن تكون كاردياك سينكوب. في بعض الحالات الفازوفيجل ممكن تعمل تروما، ولكن طبعا كلمه تروما بتخليني اخد الموضوع بحرص اكتر، ان ده شخص مش بيتدلع، ده شخص ابتون لما بيحصل لوس اوف كونشسنس ممكن يقع ويأذي نفسه. هل بتحصل في سوباين او سيتنج بوزيشن؟ مش معنى ان هي قالت لي انها حصلت مره مع خناقه ومره كنت واقفه فتره طويله ان انا افترض من نفسي ان هي كل الابيسودز بتحصل باليوجوال تريجرز بتاع الفازوفيجل. لازم اسالها هل بتحصل لك وانت قاعده؟ اغلبيه الفيميلز مثلا اللي هي مثلا بتشتكي من الفازوفيجل لانها بتبقى مركمة بتشوفها في الفيميلز اكتر من الميلز، هتقول لك ساعتها لا عمرها ما حصلت لي وانا قاعده. قله قليله ممكن تقول لك، وطبعا ده ساعتها هتخليني اخاف من الكارديك سينكوب. اكيد بتاكسكلود اورستاتيك هايبوتنشن، اورستاتيك عمرها ما تحصل مع السوباين، ولكن لازم اسالها بشكل صريح حصلت لك مره وانت قاعده او وانت نايمه على السرير؟ يعني ممكن تبقي قاعده ما يحصلكيش اي حاجه ولا لا؟ وطبعا لازم اسال حصلت مره مع مجهود، انك بتعمل مجهود جامد، ده لازم اسالها. لو حصلت مع اكسرسايز، وطبعا اكسرسايز مش بتكلم على شغل بيت وكذا، بتكلم على اكسرسايز انديوسينج بشكل واضح من كاردياك سينكوب. يبقى انا كده قلت معظم الهيستوري ومشيت في سكه زي ما شفنا هنا فليكس سينكوب، ان انا بتكلم موست بروبلي فازوفيجل سينكوب. شوف اللي بعدها يا فندم. ايوه شيف. ايوه فندم. بالنسبه لل معلش انا الاسئله السكورينج دوت اللي حضرتك قلته هو ده سكورينج اصلا، تمام، موجود على الموبايل كابلكيشن. هل ممكن استخدمه احدد ده كاردياك سينكوب او نون كاردياك سينكوب ويبقى كلير؟ يعني الاسئله اللي حضرتك قلتها دي بالظبط هي اوريدي على الابلكيشن، حاجه اسمها ايج ذس سكور، تمام. و يعني انا كنت في كذا سكور كمان ان انا اقدر افرق بين الكاردياك سينكوب والنون كاردياك سينكوب، في كنديان وسان فرانسيسكو سكور. بس الاسئله اللي حضرتك قلتها دي بالظبط، تمام، هي دي السكورينج اللي احنا نقدر نستخدمه بسهوله على كموبايل ابلكيشن. فهو اسمه ايش ذس سكور، اي جي اس اي اس اس واي اس سكورينج، تمام. وهو بيديني حاجه سريعه لو انا مثلا في الامرجنسي او انا عايز اخد احدد قرار. انا يعني دي معلومه قلت اقولها لحضر، يعني اقولها للزملاء. كويس جدا، شكرا جدا على المعلومه يا دكتور.
هو السكور، فانا ممكن يبقى كده هو بيفكر بالداتا اللي انا ممكن انسى اسال عليها في الحاله. ولو اني انا بصراحه من وجهه نظري الشخصيه مع برضه دكتوره ميرفت يبراي، بميل اكتر ان انا ممكن السكورز دي تفكرني بالاسئله اللي انا ممكن انساها، بس بحس في الكونكلوجن هنا الكلينيكال سنس بيفضل ان هو اللي يغلب، لان فعلا في حالات انا سنكوب بشوف فيها فرايتيز رهيبه عامله زي التشيست بين، مهما مشيت على القواعد دي بتفاجئ ان العين يقول لك حاجات كتير اجينست انجينال بين مثلا، ويقول لك جمله واحده تخليك مش على بعضك، الراجل ده ممكن يطلع انجينال بمجرد بس الجمله اللي قالها لي دي مثلا. فالسنكوب للاسف العينين بيبقى فيه فرايتيز رهيبه، فهو ممكن يعني السكور فعلا بيفكرك بالحاجات دي فايدته، ولكن في الكونكلوجن هتعتمد برضو بعد كده على كلينيكال سنس، ان انا باي ماي اكسبيرينس ماي كلينيكال سنس انا ميال ان دي مش كاردياك سنكوب ولا لا، ولكن طبعا السكور هيساعد في حاجه زي دي ممكن طبعا. طب هنا بقى هنقول ده ريفلكس سينكوب، وطبعا موست بروبلي فازوفيجل، يعني مش سيتويشن سينكوب، دي فازوفيجل سواء هي اورثوستاتيك لانها حصلت مره مع برولونج ستاندنج، او ايموشنال اللي هي حصلت مع الاستريس. فالخلاصه احنا بنتكلم على ريفلكس سينكوب، هل انا محتاج انفستيجيشنز؟ حد يقول رايه بعد الوصف ده وبعد كل اللي هي قالته ده، اعمل ولا ما اعملش؟ رايكم ايه؟ حد شايف ان احنا نعمل انفستيجيشنز العينه دي ولا ما لهاش لازمه؟ السلام عليكم. السلام. انا رايي ان احنا هي الهيستوري كان كبير في الحاله دي، والاسئله لما تجاوبت الجاوبت كلها في اتجاه واحد اللي هي فعلا في اتجاه البازو بيجا، لكن انا احب برضو اعمل لها بيزك انفستيجيشن، احب اعمل لها اي سي جي تمام، واحب اعمل لها ايكو، واحب اعمل لها تيلت دي. تمام. طبعا اول حضرتك جدا يا دكتور احمد ان احنا هنحتاج نعمل بيزك انفستيجيشنز دي روتين، ما ينفعش ما اعملهاش، اللي هي هتكلم ان انا هعمل اي سي جي. نشوف السلايد اللي بعدها. لازم اعمل اي سي جي، لان طبعا اي سي جي نورمال انا خلاص مستريح نفسيا، والايكو طبعا مستريح نفسيا مع القرار اللي انا اخذته، ولكن لما بلاقي تشينجز في الاي سي جي تخليني افكر في ستراكشر هارت ديزيز او في الايكو طبعا، او وجود التشينوباثيز باينه في الريستنج اي سي جي، الموضوع بيختلف تماما اب تو ان انا ممكن اجيب العيان تاني واقول له تعالى انا عايز اسالك تاني اسئله اكتر، عشان حاسس ان الاي سي جي مايل لي مثلا مانيفست اكسايتيشن، مايل لونج كيو تي سيندروم، رجاده، حاجه من الحاجات اللي تخليني اخاف وابتدي اعمل مور ميتيكولس هيستوري تاني. مش غلط ان انا اراجع تاني واسال العيان تاني، لان انا شفت ابنورماليتي في الاي سي جي او في الايكو خليتني اقول ذس از ا كاردياك بيشنت، ده مش مجرد واحد بيجي له فازوفيجل وخلاص، لا ده في مشكله تانية انا لازم اسال العيان تاني. فالاي سي جي والايكو مهم جدا. شوف السلايد اللي بعدها. طبعا في تيست تانية زي اكتيف ستاندينج تيست للتيبل اي سي جي مونيتورينج، مين يحب يختار او يعني حد يختار حاجه من الثلاثه دول؟ نختار اكتيف ستاندينج تيست للتيبل ولا اي سي جي مونيتورينج؟ تحبوا تختاروا ايه من الثلاثه دول بعد الاي سي جي؟ التيبل. حد ليه راي تاني؟ اكتيف ستاندينج تيست. active standing test. هي كانت بتقول ان هي ان هي بتشتكي ان هي prolonged standing بيحصل لها سينكوب يعني. تمام. بس هو prolonged ال active standing test بيبقى مدته قد ايه؟ يعني بتبقى تمام. طب خلينا نشوف في السلايد اللي بعدها كل تيست. active standing test طبعا هيكون helpful جدا لو انا شاكك في ورثاتك هايبوتنشن، يعني العين لما بيقف بيغمى عليه، لكن في حالات البرولونج ستاندنج مش هيفيد، لان الاكتيف ستاندنج انا اخري مثلا بقول 3 دقائق وهقيس ضغط العيان تاني وهو واقف، وطبعا بالواقع ما حدش بيستنى 3 دقائق، بيستكتر الوقت، بيقول لك بعد دقيقه هقيس، ولكن هو الصح مكتوب في الكتب 3 دقائق. فالبرولونج ستاندنج في الاغلب مش هيكشف، لا سوري، الاكتيف ستاندنج تيست مش هيكشف لي الفازوفيجل، لان حتى الثلاث دقائق ممكن ما تبقاش كفيله انها توطي ضغط العين، لكن يشوف في ورثاتك فمش هيفيدني قوي هنا. الاي سي جي مونيتورينج لو انا شاكك في اريثميك سينكوب طبعا هطلبه، ولازم اتشيك الفريكوينسي بتاعه الابيسودز عشان اشوف ان كنت هطلب هولتر. لو انا في مكان مثلا بره مصر ساعات يبقى فيه اللوب الكاردييك ميمو النيوبو فيست، في بعض السمارت فونز او اللوب ريكوردر في الحاجات اللي بتيجي على فترات متباعده، وطبعا دي بتبقى تعتبر مينيمال انفيزيف بروسيجر. فهنا التيست اللي ممكن يكون سيتبل هو تيل تيبل تيست في حالات السسبشن اوف فازوفيجال سينكوب. فهنشوف السلايد اللي بعدها. التيل تيبل تيست للاسف في ابيوز لاستخدامه، ودي حاجه يعني اعتقد يعني دكتوره ميرفا تقول خبرتها فيها طبعا لينا، ان فعلا ناس كتير بتطلب تيل تيبل، ولما انت تاخد هيستوري من عيان، ودي انا انصح بيها اي حد بدا يشتغل في مجال الاي بي او بيعمل
يقعد يشتغل في مكان نون انفيزيف لازم عينات تاخد منه هيستوري. ما ينفعش تدخله كده ان انت ايه حد بعت لك تعمل لك تيبل هتعملها روتين وتدي له ريزلتس. ساعات بتفاجئ بالهيستوري في العيان، الراجل ده بيشتكي من هيستوري مش مع اريتميك سينكوب، العيان ده بيجي له اكسرسايز انديوس سينكوب، ده جاله مرض سينكوب ان سوباين بوزيشن. طب انت دكتور بعته ليه يعمل تيل تيبل تيست؟ فالتيل تيبل للاسف بيطلب انفستيجيشن نيوز غلط، ومشكلته ان هو فيه فولس بوزيتيف، فلما بيطلب ويطلع يعني ما كانش انديكيتد ويطلع بوزيتيف، لان ساعات مع الداينايترا بيحصل دروب للبلاد بريشر، الدكتور بيستق للدايجنوزس على الهوستيج رغم ان العيان ده يعني فيري هاي ريسك بيشنت لما تاخد منه هيستوري. خلينا نقول بسرعه التيل تيبل فكرته ايه. طبعا احنا عارفين التيل تيبل ان هو في حالات السسبكتد سينكوب ريفلكس او سوستاتيك بيشخص البوتس سايكوجينيك سودو سينكوب. كلاس 2 بي ان انا استخدمه ان انا ايديوكيت البيشنت ريكوجنايز سينكوب، هو هدفه الاساسي في التشخيص. بيعتمد على الباسيف ان انا تلت ساعه بفضل موقف السرير من 70 ل 80 درجه مش 90 درجه، تمام، وبعد كده بديله فرصه يرست وان الضغط يريكفر وارفع السرير تاني تلت ساعه بعد ما ادي. احنا في مصر بدي نايتريس، بره بيدوا ايزوبروترينول لان هو الايزوبروترينول هو اللي بيكون ستيمولييتنج للبيزولد جارش ريفلكس اللي هو الريفلكس اللي بيكون مسؤول عن الهايبوتنشن او البراديكارديا في حالات الفازوبي. ده فكره التلت تيبل تيست باختصار. ايه اللي انا متوقع اشوفه في السلايد اللي بعدها، تمام، غير انه طبعا هيشخص وهيكونفيرم والكلام ده ويقول لي كارديو انهبيتوري ولا فازو ديبريسور. اهم فايده ليه طبعا هو تفرقه الريسبونس عباره عن ايه، لان هو ده اللي بيدخلنا في الدايليما بتاعت هو محتاج تسميكر ولا لا، والمشكله بتاعت الفازو فيجل اللي طبعا ناس كتير للاسف بتبقى كونفيوزد فيها ودي هنتكلم فيها. ولكن خلينا نقول النورمال. النورمال هلاقي ايه؟ نشوف السلايد اللي بعدها. نورمال ان انا هلاقي ان ساعات بيحصل رايز بسيط في الضغط وفي الهارت ريت مع التلت اب بتاع الترابيزه. لما التلت او التيبل بترجع لزيرو ديجري الضغط بيرجع نورمال تاني ويرجع للبيز لاين فاليوز. ده النورمال اللي انا هشوفه. طب ايه الاب نورمال؟ نشوف السلايد اللي بعدها. الاب نورمال ساعات ان انا الاقي يحصل دروب في البلاد بريشر او الهارت ريت او بوث اللي هو بنقول عليه فازو ديبريسور ريسبونس او كارديو انهبيتوري او ميكس اسبكتيف، تمام. فطبعا ما بيحصلش نشلي على طول، هنلاقي يحصل بعد اكتر من 5 دقائق او 10 دقائق من تيست. ممكن يحصل في الباسيف ستيج وده طبعا اللي بيبقى مور سبيسيفيك بالنسبه لي ان مع الباسيف ستيج حصل ده. ممكن يحصل مع الاكتيف ستيج اللي هي بالميديكيشن. انا من اللي انا بشوفه ان الاكتيف ستيج ساعات بتكون خداعه وساعات كتير جدا عيان يبقى مش فازوفيجل والهيستوري بتاعه مش ماشي مع كده، وبالرغم كده حصل له دروب في الاكتيف ستيج. فعشان كده الباسيف ستيج بتكون هي اللي مور ريلايبل في الكونفيرميشن بتاع الفازوفيجل سينكوب. في abnormal response تاني ممكن نشوفه، هنشوف مثلا السلايد اللي بعدها ان في حالات الاورثوستاتيك هايبوتنشن الدروب بيحصل بدري، بيحصل دروب في البلاد بريشر انيشلي اللي هو هنلاقي هنا في المربع او المستطيل ده في خلال اقل من 3 دقائق بدا يحصل دروب، وده اللي بنشوفه الاكتيف ستاندينج تيست. لو هو عنده اوتونوميك سيستم شغال كويس الهارت ريت بيزيد ككومبنساتوري ريسبونس. لو هو عنده اوتونوميك نيوروباثي اللي هو ساعات بيسموها ديس اوتونوميا زي في اليوريميا والدايابيتس وبعض السندرومز الرير بنلاقي الهارت ريت ما زادش معاه اب تو ممكن يحصل فيه دروب هو كمان، فبالتالي ده بيكون مور بروفاوند دروب اوف بلاد بريشر. فالاورثوستاتيك بيكون ايرلي دروب، في الفازوفيجل الدروب بيكون ديليد لحد ما، تمام، مع بعض الاكسبشنز طبعا المكتوبه في الجايد لاينز. احد الابنورمال ريسبونس الثانيه اللي ممكن اشوفها طبعا السايكوجينيك، هنلاقي العيان بيقول لك انا دايخ انا دايخ يا دكتور انا تعبان، اب تو ممكن يبان لك بوش ان هو اغمى عليه وفاقد الوعي وبيتكلمه ما بيردش عليك، ولكن تفاجئ الهارت ريت زايد والضغط ممكن يكون اعلى كمان من البيز لاين. دي انا شفتها مره واحده بصراحه ان عيانه وبتقول لي انا تعبانه انا دخت يا دكتور انا بدوخ، وبعدين لدرجه ان انا بكلمها ما بتردش، انا استقرت انا فعلا حصل دروب بسمع الضغط 140 90. وطبعا لازم نقيس الضغط مانوال مش ديجيتال، لان انت لازم هنا تعتمد على القياس اللي انت سامعه بودنك وانت متاكد بيه. فطبعا دي سايكوجينيك سودو سينكوب، وده مش عيان بيتدلع يا جماعه، دي بيسموها سام سورت اوف كونفرجن ديس اوردر. يعني ما ينفعش اقول للعيان انت بتتدلع ما عندكش حاجه، لا هو محتاج روح للسايكايتريست لان الموضوع له علاقه بالكونفرجن ديس اوردر. البوتس طبعا من الحاجات اللي بنشوفها ساعات اللي بيحصل اكسلريشن للهارت ريت، ولكن ده مش موضوعنا هنا. سؤال بقى، هل التيل تيبل ستريكتلي نيدد؟ يعني هل هي ضروريه ولا لا؟ شوف اللي بعدها. التيل تيبل طبعا الكلينيكال دايجنوزز لحد فازوفيجل هو اللي بيكون سجستيف جدا ويقول لك انت ماشي في سكه فازوفيجل ولا لا. انت ممكن تبتدي علاجك على هذا الاساس من غير ما تطلب تيل تيبل. فالتيل تيبل هي كلاس 2 اي طبعا تو كونفيرم، ولكن مش معنى كده انك ما تقدرش تشخص على اساسها. يعني ما ينفعش تقول انا مش هقدر اقول انها فازوفيجل الا لما اعمل تيل تيبل. لا، انا ممكن اقول دي فازوفيجل من غير ما اعمل حتى تيل تيبل لو انا شاكك ممكن اقول، ولكن ما ينفعش يبقى الهيستوري بتاعي ماشي في سكه كاردياك سينكوب واروح اطلب تيل تيبل. ده مش منطقي.
لان لو طلعت فولس بوزيتيف انت ضريت العيان ده ومشيته في سكه ان انت ما تخافش انت عندك حاجه بيناين وما تتخضش واشرب ميه كويس وتجنب التريجرز والراجل فعلا ده بيموت ده ممكن اقول له فصادني ارست لان انت ما خدتش بالك ان الهيستوري بتاعه فيري هاي ريسك. فنشوف اللي بعدها التيل تيبل طبعا زي ما اتفقنا ان هي ممكن ما نحتاجهاش في بعض المواقف. الاكتيف ستاندنج تيست زي ما شفنا هو دوره اكتر في الاورثوستاتيك هايبوتنشن هنشوف السلايد بعدها ان الاورثوستاتيك هايبوتنشن اكتيف ستاندنج تيست انا بقيس الضغط بعد 3 دقائق فده مش هيشخص لي الفازوفيجل هيشخص لي الاورثوستاتيك هايبوتنشن فعشان كده هو ملوش دور قوي في حاله زي ديت حاله فازوفيجل سيبوب. وطبعا شفنا التيست وشرحه في المحاضره وامتى بنقول عليه بوزيتيف. شوف السلايد اللي بعدها الكاروتيد ساينس مساج طبعا هو دوره اكتر لو احنا بنتكلم في حاله ليها علاقه بيه ان بيحصل له مع تايت كولرز بيحصل له مع السترونج هيد روتيشن ساعتها اقول ان انا هعمل كاروتيد ساينس مساج. اذروايز انا ما فيش دور ان انا اعمل روتين كاروتيد ساينس مساج لحاله زي دي. يعني في ميل اللي عندنا دي التريجر كان ستريس كان تريجر برونج ستاندينج فبالتالي كاروتيد ساينس مساج ملوش دور في حاله زي ديت. فانا طبعا نخلي بالنا ده مش من التست الروتين اللي انا هعمل. تمام نشوف الحاجه اللي بعدها ندخل في اللي بعدها على طول ان طيب اسمع معلش الحته دي يا دكتور احمد بعد اذنك. الاوتونوميك تيستينج يا جماعه مش بنطلبه الا في حالات ان انا شاكك في ديس اوتونوميا ان انا شاكك ان العيان ده مثلا بيدخل ستاتيك هايبوتنشن دي اوتونوميك نيوروباثي ساعتها بعمله زي الفالزالفا مانوفر ان انا اقول للعيان زي في الصوره ديت يعمل فالزالفا مانوفر وهشوف هيحصل ايه في الضغط هيحصل رايز في الضغط ولا هيحصل دروب. فطبعا في حالات ان انا شاكك ان في اوتونوميك نيوروباثي او في بعض حالات الايه سيتويشنال سينكوب ولكن ملوش برضو روتين تيستينج ما بيتعملش في كل الحالات وهو طبعا من البيت سايد تيست اللي انا ممكن اعملها وانا في العياده. ولكن في حاله زي دي مثلا الفيميل بتاعتنا ملوش اي ضروره في حاله زي دي لان يعني احنا بنتكلم في حاله فازوفيجل سينكوب. شوف اللي بعدها دي بريدنج تيست برضو من الاوتونوميك تيستينج اللي احنا بنطلبها ساعات بس ما بنعملهاش روتين. طيب قبل ما نقول هنا حد ليه اي تجربه مع التيل تيبل تيست او حاجه راي معين ليه علاقه بالتيل تيبل تيست بما انه من التيست اللي بتطلب كتير من غير ما نكون الناس فاهماها يحب يشاركنا بيها؟ دكتور انور دكتور بيومي يعني تيل تيبل. السلام عليكم أفضل. دكتور شريف معاك يا امل ازي حضرتك عامل ايه؟ بص انا هقول على حاله لسه قريب تعاملت معاها في مكان ما بيعمل تيل تيبل. البيشنت دوت كان 40 years old وعنده في الاي سي جي برجادة سندروم كانت ديسكفرد من حوالي سنتين. تمام جه هو من حوالي 10 ايام جات له تروسين كوب وهو في بيته في الحمام ودماغه اتفتحت وتخيط يعني كانت تروسين كوب وحسب شرحه ليها انه كانت اوف سادن اونست هو ما حسش غير وهو يعني انه في لحظه وقع ولقى نفسه على الارض ما فاق يعني. الدكتور بتاعه عمل له الاكتيف ستاندنج تيست دوت ولقى فيه دروب في البلاد بريشر وبعته بقى يعمل تيل تيبل والحقيقه هي كانت بوزيتيف بس في الاكتيف ستيج فازو ديبريسور ريسبونس. في حالة زي دي يعني أنا كنت عمالة أتكلم معاه إن هو لما بدأ يحس بسينكوب في التيل تيبل هو حس بالبرودروم الأول حس وقال لا أنا دايخ أنا حاسس إني هيغمى عليا ومش عارفة إيه وحرفيا قال إنه ده مش اللي حصل له لما حصل له ثرو سينكوب المرة اللي فاتت. قال لا مش ده خالص اللي حصل هو كان sudden loss of consciousness يعني. ففي حالة زي دي طبعا انا مش انا اللي كنت متابعاه او مش انا اللي شايفة كل حاجته يعني بس في حالة زي دي ما كنتش حابة ان هو يمشي في قصة التيل تيبل ولا رأي حضراتكم يعني في حالة زي دي المفروض نبقى اكتر اوير بقصة البرجادة في الاي سي جي بتاعه وان دي ما حصلتش قبل كده كانت اول مرة تحصل له ولا هنمشي في قصة لا ده ممكن يبقى فعلا فازوفيجل ونكمل الانفستيجيشن ونعالجه ان هو فازوفيجل بما ان التست طلع بوزيتيف والاكتيف ستاندينج طلع بوزيتيف. فرأي حضراتكم يهمني اسمعه يعني شكرا ليكم. انا ممكن اقول رأيي انا دكتورة امل هو انا حصل معي الموقف ده مرة ان انا فكرت ان فعلا يبقى تيل تيبل تست مطلوب انا مش مقتنع بالانديكيشن وشايف الهيستوري ماشي في سكة تانية خالص
لا طبعا المشكله ان احنا لما بنقول للعيان انت مش محتاج الفحص او انت الدكتور كانه غلطان كان بتقول الدكتور بتاعك غلط, دي بتعمل خناقه سواء خناقه مع العيان او خناقه مع الدكتور في بعد طبعا بيرفض للعيان يرجع له يقول له مش محتاج الاختبار يعني باكثر في الموضوع. انا بعمل التيل تيبل بصراحه, وحتى لو طلع بوزيتيف انا بكتب في الكونكلوجن ذا تيست واز بوزيتيف فور كذا 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 ديورينج ذا اكتيف ستيج, بس بكتب ودي عملتها مره في تقرير لعيانه but the history is suggestive of arrhythmic syncope due to كذا, عشان خاطر بس اي حد يقرا ريبورت سواء الدكتور اللي حول العيان او اي حد تاني يبقى عارف ان هذه ليست vasovagal syncope بالهيستوري, محتاج العيان to be investigated اكتر. وبشرح للعيان اللي على فكره رسم القلب بتاع حضرتك او التاريخ المرضي بتاع حضرتك كذا, فرجاء ان انت يعني ارجع للدكتور بتاعك وريله الفحوصات وهتحتاج تاخد راي حد من كهربه القلب. يعني بلفت نظر العيان وبكتب الكلام ده في التقرير. حد ليه برضو تجربه تانية ليها علاقه بكده او حد ليه رقم تاني في الموقف اللي زي دوت انت ممكن تكرر بعد اذن حضرتك دكتور شريف؟ لو انا ممكن اقول هي الفكره ان السيناريو اللي دكتوره امل بتحكيه بيبقى من السيناريوهات الصعبه جدا. يعني انا ليا تجربه مع بيشنت, البيشنت ده كان بريفيوس مايكاردال انفاركشن وكان جاله سينكوب, والبيشنت ده كان فيه في الهولتر نون سستيند في تي بس ايجكشن فراكشن كان كويس, والبيشنت ده ركب اي سي دي وبعد ما ركب اي سي دي جاله سينكوب والديفايس ما تشخصش, ولقينا ان السينكوب ده الميكانيزم بتاعته موستلي فازوفيجال سينكوب مستريح مع الانستراكشنز وكده, ومفيش لحد دلوقتي مفيش في تي او حاجه, هو لسه مركب الاي سي دي. هي الفكره ان هي الفازوفيجال ممكن يجي مع حاجات تانية, هي دي المشكله. المشكله الحقيقيه اللي هي لازم تبقى واضحه زي ما حضرتك بتاكد ان هو الفازوفيجال ما هواش جولد ستاندرد, التلت تيبل ما هواش جولد ستاندرد. انا ما اقدرش احلف بيه ان عين هو بيجي له هو هو ده نفس الميكانيزم. الصعوبه بتبقى في الحالات زي السسبكتد بروجادا باترن او بروجادا ديزيز, هي دي نقطه ان هو لو هو كونفيرم ان هو بروجادا خصوصا لو في جينيتك تيستينج معمول او كده يبقى انا هضطر اتصرف ناحيه البروجادا يمكن اكتر شويه, انما لو هو مجرد اي سي جي باترن خصوصا لو مش بروجادا تايب 1 او كده برضو, وفي وجود ان في تلت مطلع ريزلت مع سيتويشن سينكوب مش واضح قوي, اعتقد الامور بتبقى صعبه قوي في الحالات دي ان احنا ناخد ديسيجن مريح يعني او سهل. تمام, وزي ما حضرتك بتقول يا دكتور بيومي فعلا انا موافق مع حضرتك جدا, وعشان كده التيل تيبل يعني انا عن نفسي في شغل انا في البراكتس لو انا شايف الليستري ماشي مع فازوفيجال سينكوب بيور ومفيش اي حاجه سجست كاردييك سينكوب انا ما بقتش بطلبه. مش بقول ما تطلبوهوش يعني انا مش عايز حد يفهم كلامي ثاني بقول ما تطلبوش تيل تيبل, لا ساعات بيبقى ضروري, ولكن انا مثلا اغلبيه الفازوفيجال انا بعتمد على الكلينيكال دايجنوزس وان انا هعمل البيزك انفستيجيشنز تو اكسكلود كاردييك ديزيز زي اي سي جي وايكو وهمشي في علاج الفازوفيجال سينكوب. تمام, وعايز اقول لكم حتى تجربه ثانيه, انا كان في رساله دكتوراه كانت بتتعمل عندنا مثلا في اسم القلب من احد دكاتره البطنه كتروماتولوجي, كانت بتعمل رساله على عيان اللوبس اللي بتشوف هل عندهم اوتونوميك نيوروباثي انها بتجيب عيان لوبس وعيان مش لوبس وتعمل لهم تيل تيبل بغض النظر ان هو سيمتوماتيك ولا لا, كانت جزء من الريسيرش بتاعها. كنا بنفاجئ لان احنا كنا بنعمل التست ليها كنا بنفاجئ ان في حالات مش سيمتوماتيك من اساسه, هو بس جاي كريسيرش بيربز والعيان موافق ان هو يعمل التست, ان بنلاقي ان العيان بيجي له في الاكتيف ستيج دروب مع الداينايترا, وطبعا ده كان بيخليني فعلا وقتها انا كنت درس مساعد انا بقيت اي داوت الريزلتس بتاعه البوزيتيف تيل تيبل. وعشان كده فكره ان لو بوزيتيف تيل تيبل والهيستوري مش مقنع بالنسبه لي كنت بعتبر ولا اي حاجه, بالذات لو دروب حصل في الاكتيف ستيج مش في الباسيف اللي هو اصلا بالنسبه لي الاكتيف ستيج از فيري ديسيفينج. طيب هننتقل للجزء اللي بعديه. ممكن اقول كومنت؟ دكتور رحاب طبعا. انا رحاب معلش انا اسفه للقطع. لا بالعكس الله يكرمك. بالنسبه لحضرتك كنت بتقول طبعا هو صحيح تماما بالنسبه لموضوع التيبل سنسيتيفيتي سبيسيفيتي بتاعته قليله جدا, لكن هو كدايجنوستيك اكوريسي بتزيد لما بيكون في الباسيف ستيج, لو من يعني من غير بروفوكيشنز السنسيتيفيتي هتبقى احسن لو بعد ما يزيد الداينايترا, عند حضرتك حق فيها. الحاجه الثانيه احنا عندنا برضو مشكله في البروسيجر نفسه, ان في بعض الفيزيشنز بيكتفوا انه يحصل دروب في البلاد بريشر او الهارت ريت ويشخصوا. احنا مش الايم من التلت تيبل ان انا اوصل للريسبونس اللي هو الهيموداينامك كومبرمايزيشن خالص, انا عايزه ريبروديوس السيمبتومز. يعني انا بوصل للليفل ان البيشنت يحصل له انه اباوت تو سينكوب او حتى يدخل فعلا في البلاك اوت عشان اشوف الهيموداينامك اثناء السينكوب دي ايه, وباسال العيان بعد ما بيفوق هو ده اللي بيحصل لك ولا مش هو. يعني انا قصدي انه في البراكتس نفسه في عندنا برضو مال براكتس في ان احنا بنعمل تيست نفسه,
في ناس بتكتشف ان هو حصل هاي بوتنشن ده فازو ديبريسور اصل دخل في برادي كارديا بدخل ده كارديو انهيبيتور ده مش صح. احنا مش ده الهدف بتاعنا, ان الهدف ان انا ادخله في سيتويشن اب تو سينكوب, يعني دي بوينت مهمه. الحاجه الثانيه انه اللي ما حضرتك بتقول في اوفرلاب ما بين السيمتوم صح, يعني من اكسبيرينس انا برضه شفتها البيشنتس كان فوق 50 سنه وحصل له مرتين في حياته سينكوب في خلال 3 سنين وكانوا ريسكي, حصل له فعلا تروما فيها وكان انفستيجيت على ان هو اريثميك سينكوب, يعني مش ممكن يكون حاجه ثاني في الايدج ده انا هفكر فيها, وعمل سي تي انجيو كان نورمال. بعمل له تيرت تيبل على اساس امانه يعني فور فان, انا ما كنتش مقتنع ان هو ده ممكن يكون حاجه كارديو انهيبيتوري فور 17 سكند, يعني 17 ثانيه العيان كان فيها اريستد ان ده منه حصل له اسيستو دي فعلا. فا التيلت تيبل صح ليها فالسي والسنسيتيفيتي بتاعتها مش عاليه قوي خصوصا لما بندي الداينايترا ده صحيح, لكن ده لا يمنع ان في بعض الاحيان هي بتساعدنا في بعض السيمتوم بيكون تسيفنج خصوصا في عيان بيبقى الايدج بتاعه فوق 40 او 50 سنه. وانا اسفه المقاطعه. لا بالعكس, يعني انا استفدت من كلام حضرتك جدا دكتور هابي, يعني النقطه اللي بتاعت ليه تو بريبروديوس السيمتومز دي بتغيب عننا معظمنا يعني فعلا, فدي لا معلومه بصراحه انا استفدت منها جدا بصراحه. طيب هنتكلم بقى على علاج العينه دي, هعالجها ازاي العينه دي. طبعا الفازوفيجل اول حاجه في العلاج نشوف السلايد اللي بعدها هو فكره ري اشورنس. اهم حاجه يا جماعه, اهم حاجه اطمن العيان ان انت ده بيناين كونديشن مفيش خوف منها, اللي هو كان في ناس ده ناس مثلا يقول لك ايه ات ويد نوت كيل يو, يعني ما تخافش الموضوع مش خطر ان شاء الله الموضوع مطمئن. لكن العلاج مين اللي بيكون كونزرفاتيف تريتمنت زي ما احنا عارفين, فنلاقي مثلا في السلايد اللي بعدها ان انا بعتمد على اللايف ستايل تشينجز, على فكره ان انا طبعا مهم جدا ان انا اعرف العين السيمتوم افهمه ايه اللي يعمله. التعليمات المهمه اللي انا لازم اقولها له اللي هي ليها علاقه بيه ان هو لما بيجي له الابيسود المفروض ان هو طبعا يبقى ينام سوباين لو يسمح, لم يكن هو هيقعد. اعلمه الكاونتر بريشر مانوفرز اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى زي فيها ايزومتريك اكسرسايز تساعد انها تزود البريفر ريزيستنس وتحسن الفينوس تيرن, فده يساعد ان السيمتوم بتكون اقل حده. الفلويد انتيك مهم جدا في الحالات زي دي, ان دي هايدريشن ساعات بيكون من التريجرز مع البرولونج ستاندينج, فدي هايدريشن بيكون حاجه مهم ان انا اقول له يتجنبها. الادويه هنا بتكون مينلي كلاس 2 بي فلودروكورتيزون والميدودرين, لان هنا انا بتكلم فيه ان مش هو هايبوتنس, لو هي فيميل هايبوتنس طول الوقت اه ممكن تستفيد من ميدودرين اللي هو الفا ريسبتور اجونست, فطبعا هيبقى فازوكونستريكتور والفلودروكورتيزون. ولكن لو هو ضغطها نورمال واوقات بس بيحصل دروب مع تريجرز الادويه دي ما بتبقاش ليها الفايده, فعشان كده نلاقي الايفيدنس عليها مش قوي قوي. تمام. طبعا في حاجات بتعتمد على فكره اللوب ريكوردر والكلام ده كله اللي هو مش موجود عندنا عشان خاطر اقدر اشوف مثلا الاسيستوري او اسيستوريك بوزس اللي ممكن تحصل مع ريفلكسنج كوب. فهنعدي بسرعه على العلاجات ديت كده, نشوف مثلا العلاجات دي اللي هي نفس السلايد اللي بعدها دكتور احمد. الايديوكيشن واللايف ستايل تشينج زي ما قلنا من الحاجات المهمه جدا, والري اشورنس ان انا اخد بالي من الميديكيشنز اللي هو بياخدها واحاول ان انا اقللها او اوقفها لو لقيت انها زياده عليه وهي اللي مسببه الاعراض. الكاونتر بريشر مانوفرز اعلمها له, وهنا في العياده يعني توريها له بنفسك ان انت توري له اكزامبلز دي انها فعلا تقول له ايه الحاجات اللي ممكن يعملها لو هي مثلا قاعده في مواصلات او حاجه وجالها الاعراض ازاي تتصرف فيها. التلت تريننج من الحاجات اللي واخده كلاس 2 بي ان انا ممكن اعلمها للعيان يعملها على الحيطه عنده في البيت, ان انا ازاي اقول له يقف ويعمل التمارين دي. الميديكيشن زي ما قلنا الفلودروكورتيزون والميدودرين كلاس 2 بي. نيجي بقى للحته اللي فاهم الدايليما, العيان دي تركب بيس ميكر ولا لا؟ من قراءتكم للمحاضره وانكم قريتوا في الجايد لاينز, ايه رايكم لو قالت لك يا دكتور انا في حد قال محتاج اركب بيس ميكر؟ خلي بالك احنا بنتكلم برضه في سيتويشنز بتحصل ان بعض الناس دول بيروحوا لدكاتره بره عمل التيل تيبل وطلع كارديو انيبيتور ريسبونس, ما هو مشكله بقى في كده, وتقول لك انا في دكتور يا دكتور قال لي انا محتاج اركب بيس ميكر, هنقول لها ايه ساعتها؟ هل نقول لها لا ما نركبيش ولا هتحتاجي تركبي ولا الموضوع على حسب, يعني ايه الرد اللي هنقوله ساعتها؟ رايكم ايه؟ هي المريضه بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عليها 20 سنه دي اعتقد ان اللايف ستايل موديفيكيشن والدراج تريتمنت والكاونتر بريشر حتى قلته لنا ده هيبقى الفيرست ستيب. العيانة سنها صغير مش فوق 40 سنة, تمام؟ لا أكيد طبعا هنشوف السلايد اللي بعدها إن أنا همشي في الكونزرفاتيف تريتمنت, تمام, ومش هفكر دلوقتي في البيس ميكر. أنا مش هفكر في البيس ميكر مبدئيا في اليونج ايج, يعني لأقل من 40 سنة ده في الأغلب هبدأ لها دايما باللايف ستايل موديفيكيشن والري أشورنس والتمارين اللي قلنا عليها بلس ماينس أديها ميديكيشن زي الميدودرين, ولكن انا مش هفكر في بيس ميكر. انت بقى افكر في بيس ميكر لو لقينا ان البيشنت بيجي لها اولا في سن فوق ال40 بنبدا نفكر في الموضوع ده, تمام.
انها بيجي لها سيفير ريكورنت انبريدكتبل. انبريدكتبل يعني مش فولوينج تريجرز. ما هي لو فولوينج تريجرز خلاص الموضوع مقدور عليه وفهمنا ازاي نحاول نقلل منها عشان نافويد التريجرز. ولكن سيفير ريكورنت انبريدكتبل سينكوب يعني اب تو انها ممكن تؤدي للتروما، تروما عنيفه، ببدا افكر هل هي ممكن تحتاج ولا لا. لو هي كارديو انهيبيتوري كاروتيد ساينس سندروم، يعني الموضوع كان ماشي مع كاروتيد ساينس سندروم وانا اثبته بالكاروتيد ساينس مساج، ساعتها انا ممكن افكر في موضوع هل هي ممكن تحتاج بيس ميكر ولا لا. لو هي ريفراكتوري لكل الميجرز اللي انا عملتها وريكارنت وانبريدكتبل، بشرط ان هي ما تكونش العيانه عندها هايبوتنسيف ريسبونس او فازو بريس ريسبونس لو عملت لها تيلت تيبل. طبعا لو هي بيجي لها سبونتينيوس اسيستوليك بوز، يعني مثلا ركبت لها لوب ريكوردر وجالها في مره السينكوب دي انبريدكتبل وعملت بوز، وده هنا بتكلم في سبونتينيوس بوز ما كانش تيلت تيبل ولا حاجه، طبعا ده بيعلي اسهم ان انا ممكن احتاج اركب بيس ميكر. التيلت انديوست اسيستوليك بوز من الحاجات اللي مش قويه قوي في الانديكيشن بتاعتها ان احنا نركب، يعني ما حدش فينا بيركب بيس ميكر لوحده جالها كارديو انهيبيتوري فازوفيجال سينكوب وكان مفيش فازو ديبريسور، عشان ما نقولش بقى اصل هي فازو ديبريسور ما ينفعش، لا كانت بيور كارديو انهيبيتوري. يعني من الحاجات اللي بنعتبرها مش من الحاجات اللي بندخل نركب الا في الاولد ايج زي ما حاله الدكتوره رحاب قالتها، اللي ممكن ساعتها افكر في موضوع زي دوت لو الموضوع ريكرنت وانبريدكتبل زي ما بنقول. اذروايز انا ما بفكرش خالص في بيس ميكر. ولو هنلاحظ السيتويشنز دي اكسبشنال في الفازوفيجال، يعني دي سيتويشن مش هنشوفها كتير في البراكتس بتاعنا. الجايد لاينز طبعا وضحت الكلام ده زي ما هتشوف في السلايد اللي بعدها، ان وضحت ان طبعا الريفلكسنج كوب انا امتى بفكر في البيس ميكر، هنلاقي كلاس 2 ايه في حالات السبونتينيوس اسيستوليك بوز، يعني هي بتشتكي من اعراض ماشيه مع فازوفيجل، لما عملت هولتر او عملت لوب ريكوردر بان ان في اسيستوليك بوز سبونتينيوس مش تلت انديوست، ساعتها افكر في الادينوزين سنسر سينكوب والحاجات دي كلها. لو كارديو انهبيتوري كاروتيد ساينس سندروم ممكن افكر فيها. لو هي بقى الاسيستوليك تيل تيبل او التيل تيبل انديوز، الحاجات دي كلها بتكون كلاس 2 بي، اذروايز انا ما بفكرش. وخلي بالكم عينين معظمهم هتلاقوا فيها اليمنت فازو ديبريسور اللي هم دول مش هيستفيدوا خالص من البيس ميكر، عشان كده هنلم ما هنحكي. فالجايد لاينز الملخص بتاعها زي ما هنشوف هنا، ان هي طبعا بيشن فور 40 سنه سبونتينيوس دوكيمنت الاسيستوليك بوز اكتر من 3 ثواني او اسيمتومات اكتر من 6 ثواني ممكن افكر فيها، والكارديو انهبيتوري زي ما قلنا بيكون كلاس 2 اي، ولازم يكون العيان ريكارنت وانبريدكتبل، مش اول حاجه اقولها له يلا هركب لك بيس ميكر. وكلاس 2 بي طبعا زي ما قلنا في التلت انديوست اسيستوليك بوزس، والبيشنت اللي هم عندهم ادينوزين سنس سينكوب بنعمل حاجات اللي لسه مش مفهومه قوي. اذروايز فازو ديبريسور ريسبونس ما بنركبش فيه خالص بيس ميكر، وان ابسنس اوف دوكيومنتد كارديو انهبيتوري ريسبونس ده كلاس 3. تمام، حد عنده اي اسئله ليها علاقه بكيس 1 او بالفازو فيجال سينكوب قبل ما ندخل في كيس 2؟ دكتور شريف عندي مداخله بعد اذنك. انا جهاد جمال. دكتور جهاد ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا باشا عامل ايه؟ ماي كومنت دايما زي ما حضرتك قلت ان العيان دايما ما عندوش بيور كارديو انهبيتوري، غالبا عنده ميكسد زي ما حضرتك قلت تحديدا يعني. فللاسف العيان البيور دوت او الايزوليتد كارديو انهبيتوري مش بنشوفه على ارض الواقع مطلقا، فاحنا دايما بنشوف العيان جاي بميكسد اللي احنا بنشوفها في التلت تيبل تيست. والعيان دوت في اوقات كتير بيكون ريفراكتوري وبيكون لف كتير وعمل كل اللايف ستايل موديفيكيشنز وستيل سيمتوماتيك. ففي كان ريكومنديشن كده كنا نشوفها في بعض الاحيان ان احنا نقول للعيان ان احنا ممكن نركب بسميكر وهو مش هيبريفنت 100% الاتاكس، ولكن هيقلل الفريكوانسي بتاعتها. فانت لو بيجي لك 5 او 6 اتاكس بير مانث هيجي لك 1 او 2، فده ساعات بنشوفها في بعض البراكتس بتاعنا. فايه رايك في حاجه زي كده؟ هو بصوا، وانا صراحه انا عمري ما اتحطيت في موقف ان انا ركبت سميكر لحاله كارديو انهبيتوري فازو فيجل، لان انا ما شفتهمش بصراحه، ما شفتش حاله ستريكتلي انديكيتد فور بيس ميكر. ولكن انا متفق مع حضرتك ان طبعا لو انا اتحطيت في موقف ماشي مع الجايد لاينز جدا ان ده مثلا حاجه انها فعلا تمشي، ان العند ما فيش حل غير بيس ميكر من كتر الموضوع ريكرنت انبريدكتبل بيؤدي لتروما كل العلاجات فشلت، ساعتها انا لازم اقول له ان البيس ميكر مش هيكون هو الانقاذ. ده مش زي عيان الكومبليت هارت بلوك ولا 2 تو 1 اللي احنا كنا بنتكلم عنه الاسبوع اللي فات اللي هركب له بيس ميكر وعيان يجي يقول لي يا دكتور كتر خيرك ده انا من ساعه ما ركبت الجهاز وانا بقيت كويس. لا، العيان ده ممكن هيجي لك تاني يقول لك انا هشتكي. لازم تقول له ان الموضوع بنسبه كبيره هو هيقل مش هيختفي زي ما حضرتك قلت. انا متفق معاك يا دكتور جهاد. تمام، شكرا جزيلا. طب كيس نمبر 2، 16 سنه جيل OPD بيشتكي من مع بابا ومامته، بيشتكي من ان هو
ايفنت حصل من يومين. عباره عن ايه الايفنت؟ كان بيلعب ماتش باسكت بول وهو بروفيشنال بلاير، يعني هو بيلعب في الفريق بتاع النادي، وفجاه وهو بيلعب حس بدوخه، ما قالش ان في بالبيتيشن، وقع على الارض لدرجه ان جاله كونفيوجن في دماغه، يعني اكسترنال كونفيوجن، حاجه على السكن من بره كونفيوجن. اللي اتقال له من زمايله ان هو كان توتالي ان ريسبونسيف لاقل من دقيقه، ما كملش دقيقه، وبعدين فاق ومش فاكر اي حاجه من اللي حصلت بعد البلاك اوت. من الكيس سيناريو ده نقدر نقول ايه اللي احنا واصلين؟ تعال شوف السلايد اللي بعدها. عايزين نجاوب على الاربع اسئله دول اللي اتفقنا ان احنا دايما هنطبقهم معانا. هل من الكيس سيناريو ده نقدر نجاوب على الاربع اسئله دي بشكل مبدئي، نعمل بروفيجنال دايجنوزس؟ نشوف السلايد اللي بعدها يا دكتور احمد بعد اذنك. هي مبدئيا ترانزيت لوس اوف كونشسنس، طبعا ده شورت بلاك اوت من الكلام اللي زمايله، وكان فيه سينكوبال بنسبه كبيره بالديوريشن. تعالوا نطلع من الهيستوري ده، حد يطلع من الهيستوري ده ايه الحاجات اللي ناشئه اللي تقدر تجاوبنا او توصلنا بروفيجنال دايجنوزس؟ دكتور شريف ممكن اقول عليه؟ اتفضل. اول حاجه انها حصلت له اثناء ماتش الباسكت بول، يعني ده سينكوب حصلت ويز اكزيرشن، فدي يعني ممكن تمشي اكتر في سكه الكاردياك سينكوب. دي حاجه. الحاجه الثانيه كانت ترو سينكوب زي ما حضرتك جاوبت على السؤال، وكمان ادت ان هي يعني حصلت اصابه في دماغه من السينكوب. انا شايف ان هي اكتر كاردياك سينكوب، وان العيان محتاج مور ريسيرش او مور انفستيجيشن. تمام. طبعا ده سيناريو مرعب، يعني السيناريو ده لو جالنا في عياده العيان ده كان كده بتنسى كل الحالات الممله اللي انت شفتها من شويه، اللي هو الاتيبيكال تشيست بين وديسني اون اكزيرشن، عشان هو بس ما عندوش فانكشن كاباسيتي، وبتبدا كده عارف ايه قرون الاستشعار تطلع بقى، اللي هو ايه تبدا تفوق مع العيان ده. لا سعنا بالراحه كده بقى، احكي لي بالظبط حصل ايه، وتسال على الفاميلي هيستوري، وتبقى مهتم قوي بالعيان ده مش قادر تنساه. تعالوا نمسك واحده واحده، نشوف مثلا مع نيكست كده دكتور احمد. اولا بنتكلم على باسكت بول ماتش، احنا بنتكلم على واحد كان اكسرسايز انديوسينج كوب بيور، ده مش واحد كان طالع سلم ولا واحده تشتغل في البيت، لا ده بيلعب رياضه اكسرسايز وحصل له اكسرسايز انديوسينج كوب، ده لوحده مرعب. وقع على الارض لدرجه ان جاله تروما، انا بتكلم في كومبليت لوس اوف كونشسنس، تمام، يخليني افكر في ريذميك سينكوب، وكان توتالي ان ريسبونسيف اقل من دقيقه، تمام، وبعد كده ريكفرت. فانا بتكلم في سينكوب كاردياك سينكوب في الاغلب، اغلب دي اريثميك سينكوب، فطبعا البيشنت ده مرعب ويخوفني جدا. هل في اسئله ثانيه احب اسالها له؟ تعالوا نشوف مع بعض. انا مش هكتفي بالهيستوري ده، في وورنينج سيمتوم ولا لا؟ هسال السؤال دوت. بريسيدنج بالبيتيشن، هساله على باست هيستوري اوف هارت ديزيز او اي كاردياك سيمتوم، اساله على تانك بايتنج جيركينج ساينوزز، اساله كان حصل له قبل كده الموضوع ده في سوباين او سيتنج بوزيشن، واساله على فاميلي هيستوري اوف سادن كاردياك ديث. فهو لما سالت الولد قال لي برودروم مفيش، بريسيدنج بالبيتيشن هو مش قادر يفتكر، باست هيستوري اوف هارت ديزيز او كاردياك سيمتوم انكر، تانك بايتنج كذا لا بس في تروما وجايب كونفيوجن اول مره تحصل له، وفاميلي هيستوري لا تو هيز نوليدج. وطبعا خلي بالنا يا جماعه لما نيجي نسال على فاميلي هيستوري اوف سادن كاردياك ديث نراعي الطريقه اللي بنسال بيها، خلي بالكم ان في عيانين بيتخضوا من اي معلومه انت بتساله عليها، يعني مجرد انك تساله حتى انت اشتكيت مشاكل في القلب بكده في ناس بيتخضوا، ايه يا دكتور ليه وانا عندي حاجه، يعني فبالك بقى انك تقول له في حد في عيلتك مات صغير انت كانك بتقول له انت هتموت صغير، وخاصه بقى مع الافلام بتاعت دلوقتي اللي بتقعد تتكلم بقى عن فكره ان حد بيقول لحتى تموت صغير الحاجات دي، فالناس بقت تتشائم من الحاجات دي. فخلي بالنا لما اسال السؤال ده اساله هل حد في عيلتك عنده مشاكل في القلب، ده لوحده ممكن يقول لي اه يا دكتور ده حصل 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 خلاص هو ريحني وقال لي كل التفاصيل. لو عايز اسال بقى سادن كارديك ديث اقول له انا هسالك سؤال ما تفضش منه، انا بس اسال سؤال كنوع من ان انا يعني روتيني لازم اساله اي مريض، هل حصل تخض لمجرد سؤال زي كده جالك جلطه قبل كده؟ في ناس بتتخض، تكلمه حد مات في عيلتك في سن صغير بيحس ان السيناريو ده هيحصل معاه. فانا كده سالت اسئله، انا وصلت لايه؟ وصلت ان دي في الاغلب كاردياك سينكوب، وانا بتكلم في اريثميك سينكوب، سواء شانيلوباثيز فيرسس ان هو عنده structural heart disease هو اللي ادى للسينكوب، لان ممكن مثلا يكون الطفل ده عنده هوكم والهوكم هو اللي ادى ان جاله exercise induced syncope نتيجه ال LVOT
obstruction. طبعا عندي كاتيجوريز كتيره في الكاردياك سينكوب، عندي الاستراكشر هارت ديزيز نشوف ميكس مع بعض، عندي زي الهايبرتروفيك كارديوباثي، زي الدايليتد، زي الاريزموجينيك ار في كارديوباثي او الاسكيميك لو في سن كبير شويه، عندي ليتشينوباثيز بانواعها المختلفه اللي يعني محتاجه محاضره لوحدها، كرونري انوماليز من الحاجات المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها، وفي الورك اب من الحاجات المهمه ان انا اطلبها، لان كتير من الحالات المالجنانت كورس اوف ال اي دي ممكن يجي بسينكوب ولازم اعمل سيتي كرونري في حاله زي دي. وطبعا الكونجنتال هارت ديزيز من الاسباب المهمه. ايه الانفستيجيشنز اللي اعملها لولد زي ده؟ تحبوا تعملوا له ايه؟ من البيزك اي سي جي وايكو الاول. تمام، طبعا اي سي جي وايكو اتفق مع حضرتك جدا. نشوف نيكست ان الاي سي جي ممكن يدي لي معلومات فيري بريشس، والايكو كارديوجرافي تو اكسكلود ستراكشرال هارت ديزيز. لا يعني ان هما نورمال ان ده اكسكلوجن، لان في بعض التشانلوباثيز مش هتبان في الريستنج اي سي جي. تمام، والايكو طبعا هيقول لي ان ستراكشر نورمال، ولكن قد ممكن اوصل لمرحله ان انا اعمل ايكو اعمل حتى سي تي كرونريز تو اكسكلود كرونري انوماليز، ولكن لازم ابدا بالاي سي جي والايكو مفيهاش كلام. فطبعا في من النورماليتيز الكتيره اللي انا ممكن اشوفها زي الحاجات اللي شفناها، الهاي ريسك فيتشرز اللي شفناها في السلايد اللي كانت في اول المحاضره، والايكو طبعا ممكن يبين لي كونجنتال انوماليز ستراكشر هارت ديزيز، كل الحاجات دي ممكن يبينها لي الايكو. تمام، هنا ده الاي سي جي بتاع الحاله بتاعتنا. شايفين ايه في الاي سي جي هنا؟ حد عنده لو فولتج؟ لو فولتج يعني بصوا لو فولتج عشان تقولوا مش في الشيست ليد بس، بيعتمد اكتر على البريكورديال ليدز، فمش هقدر اقول قوي لو فولتج، بس يعني في البريكورديال الى حد ما. غير اللو فولتج ايه كمان؟ لونج كيو تي. لونج كيو تي زي ما هنشوف هنا، طبعا انا عندي برود بيزد تي ويف، وطبعا لو حسبت من اول الكومبلكس لنهايه التي ويف هنا انا هلاقي ان ممكن يكون الحاله هنا عنده لونج كيو تي انترفل، وطبعا في حاله برود بيز تي ويف مع ان كمان في اكسرسايز انديوس سينكوب هفكر في لونج كيو تي سيندروم تايب 1، ده مشهور بيحصل مع الاكسرسايز وسبيشلي مع السويمنج، ده ممكن يكون لونج كيو تي تايب 1، وده اللي ادى كده. فهنا الريستنج اي سي جي جاوبني على السؤال. هنشوف اللي بعدها. طبعا ده لما هعمله ايكو هيطلع نورمال، ده مش هيبقى فيه اي مش الايكو هيطلع نورمال، ولكن لو افترضنا الاي سي جي كان نورمال، حد يحب يطلب له انفستيجيشنز ثانيه؟ ستريس اي سي جي. برافو على حضرتك. طبعا ستريس اي سي جي هنا مهم جدا. هنا لما اعمل ستريس اي سي جي من الحاجات المهمه، ليه الستريس اي سي جي مهم؟ لان ده اكسرسايز انديوسينج كوب. انا ممكن التريدميل هنا يبين لي ان مع الاكسرسايز حصل بالبيتيشن او تاكي اريثميا، وهنا لما اعمل تريدميل لازم اخد بالي ان العيان ده يكون مركب كانيولا. انا هنا مش بعمل تريدميل لعيان بيجي له ايفورت انجينا، لا ده ممكن يجي له اكسرسايز انديوسينج كوب اب تو في اف، فلازم يكون عامل مركب كانيولا عشان لو حصل اريست. لازم يكون في عندي ريسسيتيشن اكويبمنت وكراش كار افيلبل، يكون معايا ممرضه في الاوضه، ما بقاش بعمل التريدميل وانا قاعد لوحدي في الاوضه مع العيان، لا يكون موجودين، وده حالات نادره ما هتحتاجها، يعني نادره ما يعني مش هنشوف الحالات دي كتير، فلما تيجي يبقى لازم نكون جاهزين ليها عشان انا عارف السيناريوز المتوقعه. وطبعا اشهر التشينوباثيز ممكن تتشخص بالاكسرسايز جي هي كاتيكولامينرجيك بوليمورفيك فيتي. الاي سي جي مونيتورنج هل ليه دور هنا ولا لا؟ طبعا الاجابه واضحه، ده اول مره يجي له سينكوب، فانا لو عملت له هولتر في الاغلب مش بستفيد قوي. فالهولتر طبعا احنا عندنا في مصر بنلاقي اقصى حاجه 72 او سمعت في بعض الاوقات 96 ساعه اللي هو 4 ايام اللي هو بيضطر يفك ويركب تاني. ما عندناش مدة اطول من كده، فمشكله الهولتر بيبقى حلو جدا في الفريكوينسي كوب، اذروايز ما بيبقاش ليه دور. امتى بقى بنلجا؟ نيكست هنلاقي فيه بعض المونيتورنج اي سي جي اللي ممكن تستخدم لفتره طويله زي الكاردياك ميمو او الكارديو كول زي اللي شايفينه في الصوره. نيكست هنلاقي مثلا نيوبو فيست اللي هو حاجه شبه الفانيلا اللي العين بيلبسها، يقدر يلبسها ويقلعها وبتبين لو حصل اريثميا، وميزتها ان بيبقى فيها ريكوردر يقدر او باتن العين يقدر يدوس عليه وقت ما يحس بالسينكوب، فنقدر نكوريليت مع الاي سي جي وقتها عامل ازاي، ودي ممكن تتساب الايام او الاسابيع. وطبعا نيكست اللوب ريكوردر من الحاجات اللي ممكن تبين برضو في حاله زي ديت. السمارت فونز طبعا من الحاجات اللي دلوقتي بقى في بعض السمارت فونز او الايفونز اللي ممكن تبين ان العيان لما يحس بالابيسود بيمسك الموبايل بوضع معين، في ابلكيشنز بتقدر ترسم ستريب اي سي جي لدرجه ان العين يطلعوا، دي موجوده وانا شفتها مره في يوكي ان عيان فعلا عملها واستخدمها، جاي طبع لي الاي سي جي بيقول لي ان انا وقت البالبيتيشن مسكت الموبايل وسجل، وطبعا الاي سي جي كان اس في تي واضحه من الستريب، فطبعا ساعد جدا في التشخيص.
لوب ريكوردر طبعا من الحاجات اللي بتبقى حلوه جدا في الناس اللي عندهم فيري فار ريموت سينكوبا الاثيوب، بتيجي على فترات طويله متباعده مش ان هو سهل، ممكن حتى هناك بركه الممرضه هي اللي بتركبه، فاللوب ريكوردر مش سهله، ولكن للاسف هي مش موجوده في مصر اعتقد من بسبب ان ما بتطلبش كتير. يعني اللي عرفت مثلا كان شركه مثلا ميترونيكا بتوفره، بس مفيش حد كاتب بتطلب، فبقى نادرا ما بيوفروه الا على طلب. فالاي تي دي مونيتورنج هنا ممكن ما يكونش ليه دور قوي على اساس انها اول مره، ولكن بعض الناس ممكن يقول هحط لوب ريكوردر لو انا ما وصلتش للتشخيص. هعالج البيشنت ده ازاي؟ استاذ حضرتك دكتور شريف، بس هو احنا الايم بتاعنا من الستريس او من الهولتر في بيشنتس لونج كيو تي ان احنا بندور على البرولونجيشن بس، ولا في اذر بارامترز ممكن تبقى جايدنج مين وممكن يكون عنده سندروم؟ لو في تريدميل تيست في لونج كيو تي سندروم، احد البارامترز ان بيحصل لاك اوف شورتنج للكيو تي انترفل، تمام، او ان ساعات بلاقي طبعا ممكن يحصل اكسرسايز انديوسد في تي، ولكن هو لو لقيت الريستنج اي سي جي كان لونج كيو تي سندروم صراحه انا مش هحتاج او تريدميل بصراحه. يعني هو التريدميل اكتر لو انا عندي نورمال ريستنج اي سي جي ونورمال ايكو ساعتها ممكن اعتمد عليه، لان هو مثلا الستريس اي سي جي هو الجولد ستاندرد بتشخيص الكاتيكولامينرجيك بوليمورفيك في تي فهنا اعمله، لكن لو لونج كيو تي باينه في الريستنج في الاغلب ما بحتاجوش. تمام، انا قصدي انه في بارامترز ثانيه غير اللونج كيو تي انا ممكن الاقيها وتبقى سسبيشس، بحيث ان انا احول البيشنت يعمل بروفوكيشن تيست، يعني مثلا تي ويب الترنانس اللي هي اللي بيحصل تشينج في البولاريتي الامبليتيود المورفولوجي والبولاريتي بتاعه التي ويب، دي بتحصل على ورك لود قليل، يعني على هارت ريت ما بيزيدش مثلا بيكون على 110، مفترض ان الهارت ريت مش ثاني تاكي كارديو قوي، فلاقي تي ويف حصل تشينج في المورفولوجي بتاعها او في البولاريتي انها بقت ابرايت بقت اب داون بقت داون وهكذا. فدي واحده من البارامترز اللي احنا يعني اعتقد بيعتبروها كواحده من الريسك ستراتيفيكيشن في البيشنت اللي ممكن على اساس احول البيشنت لو انا ما عنديش مانيفست لونج كيو تي لبروفوكيشن تيست to induce long QT لو هي مش واضحة عندي في الـ 12 lead service ECG، ولا رأي حضرتك إيه؟ يعني هي لا أظهرك لو conceived long QT syndrome والـ QT normal أنا شاكك فيها، فعمل كده في كده يبقى صح زي ما حضرتك بتقولي فعلا. أوكي. إن أنا هدور على تيوب alternance واللاك اوف شورتنينج، وساعتها أنا ممكن أعمل provocation test. والprovocation طبعا اللي بيتعمل في حالات الـ conceived long QT يا جماعة اللي هو الـ adrenaline test، إن أنا بدخل العيان وعمله adrenaline infusion وأشوف بيحصل prolongation QT interval لا up to إن ممكن يحصل VT أو torsade de point. فطبعا في حالة زي ديت الأدينوزين أو سوري الأدرينالين تيست من البروفوكيشن تيست اللي ممكن يتعمل، وده بيتعمل على فكرة، بس للأسف إحنا في مصر بنخاف نعمله، يعني بنتخوف شوية، ولكن بره كان بيتعمل كتير، يعني كان عادي إن هو بيعمله الأدرينالين تيست. طيب هنعالج اتفضل دكتور انور. اسف ربنا يخليك، انا فعلا اوافق دكتوره رحاب في موضوع الهولتر علشان نشوف التي ويف اب نورماليتي. وفي حاجه ثانيه ممكن احنا نعمل هولتر لو شاكين مثلا في عيانه جت عمرها 18 سنه وجت بي في سي، ويعني خليتها على المونيتور جت بي في سي على التي ويف، فانا شكيت ممكن دي بتكون ايديوباثيك في اف، وفعلا عملنا هولتر لما طلعت مننا العياده جت لها بي اف ديو تو بي في سي اون تي ويف اللي هي كانت ايديوباثيك في اف. فالهولتر ممكن بنشوف از ريسك ستراتيفيكيشن ايفن ان ذا بيشنت وذ بروغادا سيندروم، ممكن بنشوف الفراكشنيشن على يعني على الاس تي سيجمنت اليفيشن، ودي تعتبر من الريسك ستراتيفيكيشن علشان بنكون باتجاه ريسك ستراتيفيكيشن انفيزيف ريسك ستراتيفيكيشن لبيشنت وذ بروغادا. وفي عندي تداخل على الهيستوري، فعلا زي ما حضرتك قلت العيان ده كان بريسيدد باي بالبيتيشن، هو قال لحضرتك انا مش فاكر، انا شفت 5 عيانين وذ بوليمورفيك في تي بينكروا البالبيتيشن تماما، علشان هي بوليمورفيك في تي فمش بيحس فيها علشان هي قصيره جدا بتدخل بسنكوب، بعكس تماما لما بتكون اس في تي وبتدخل العيان بسنكوب هيقول لك عندي بالبيتيشن وحصل بالبيتيشن وممكن نص ساعة وممكن 10 دقايق وبيحس فيها قوي. شكرا جزيلا. يعني معلومة اضافة كويسة فعلا دكتور انور، بالذات موضوع جزئية اللي هي البالبيتيشن، فكرة ان العينين فعلا بوليمورفيك فعلا من الشورت ابيسود وبتديجنريت بعد كده للسينكوب ما بيقدرش يتذكر حاجة زي دي. فهو فعلا يعني 5 عيانين انا سألهم ان ديتيلز بيقولوا ابدا مش بنحس، وهم طبعا في الامر اي هوكم وحاجات تانية، بينما الـ SVT والسينكوب بيقول أنا عندي بالبيتيشن، فدي الحتة يعني بتحتاج بريسايز هيستوري. تمام،
صح زي كلام حضرتك بتقول صح، وبرضه زي كلام دكتور رحاب الانفستيجيشنز دي ساعات بتفيدني في حالات الكونسيلد اللي ما تبقاش فرانك زي في الحاله هنا، او في الريسك ستراتيفيكيشن طبعا بيفرق جدا. لو انا هتكلم على عندها هعالجه ازاي لونج كي تي سيندروم، هن طبعا الجايد لاينز وضحت الموضوع دوت، سواء جايد لاينز الفنتريكولار اريزميا او جايد لاينز السينكو. طبعا انا هنا بتكلم في سيمتوماتيك، طبعا الفيرست لاين دايما اللي بفكر فيه هو البيتا بلوكرز، او ان انا ابتدي ميديكال تريتمنت معاها، لان اللونج كي تي مش اول لاين على طول بفكر في الاي سي تي، بفكر الاول في الميديكال تريتمنت اللي ممكن ريديوس الابيسود. تمام، نيكست انا بفكر في الاي سي تي في حالات معينه، لو سيرفايفر اوف سادن كاردييك اريست، تمام، بيشنت بيجي لهم ريكيرنت سينكوب ديسبايت بيتا بلوكرز، او عنده الميوتيشن وعنده كوريكت كيو تي اكتر من 500 ده كلاس 2 بي. الصوديوم تشانل بلوكرز اكتر في حالات اللونج كي تي تايب 3، لان اللونج كي تي تايب 3 بيكون صوديوم تشانل ميوتيشن مش بوتاسيوم تشانل كعاده معظم اللونج تي سيندروم. فهنا في حاله زي ديت طبعا ممكن حد يقول لي انا هعتبر ده سيرفايفر اوف سادن كاردييك اريست، هو ده ما يعتبرش سيرفايفر اوف سادن كاردييك اريست لو هنتكلم بشكل ساينتفك، هو ده ولد جاله سينكوب اقل من دقيقه او فقل لوحده، يعني هما مثلا ما فيش هيستوري ان حد اضطر يديله دي سي، او ان مثلا هو خد بريكورديا ثامب. ساعات ناس يقول لك ياخد بريكورديا ثامب يفوق، لو انها مش اكيوريت قوي، لان ممكن يكون هو الثامب خلاته فاق مش عشان هي كان في اف وفكت، لا هو مجرد التروما خلاته فاق مثلا. يعني لو واحد جاله فازوفيجال وخد بريكورديا ثامب هيقوم يتنطر يعني، او على الاقل هتلاقيه صوت وراح فاق، ولكن ده مش هقدر اعتبره سيرفايفر سادن كاردييك اريست. انا هعتبر ان ده جاله سينكوب، فانا هبتدي له بيتا بلوكرز، خاصه انا بتكلم في ولد عنده 16 سنه مش هقدر اقول له اي سي دي، ولكن لو ريكيرنت سبايك بيتا بلوكرز طبعا هفكر في الاي سي دي. مفيش رول الاي بي ستادي في اللونج كي تي سيندروم، تمام، هي كلاس 3. افتكر دايما اللونج كي تي سيندروم، شورت كي تي سيندروم، الكاتيكولامينرجيك بوليمورفيك بي تي، مفيش رول فيهم خالص للاي بي ستادي. طبعا ليفت كاردييك سيمباثيكتومي ممكن نستخدمه كحل حالات الريكارد سينكوب، لو انا عايز اتجنب الاي سي دي او البيشنت ريفيوزنج الاي سي دي، الليفت كاردييك سيمباثيكتومي الحاجات اللي بتقلل الريكيرنس اوف سينكوب لو انا عايز اتجنب الاي سي دي او البيشنت بروفيتس. تمام، فده ملخص لعلاج اللونج كيو تي سيندروم، وطبعا الجايد لاينز دي كانت واضحه، دي جايد لاينز اللي هي سينكوب 2018، كان قبلها في جايد لاينز 2015، مش هنلاقي اختلاف عنيف في التريتمنت فيها. طبعا ساعات بعض الحلول ان انا بدل الاي سي دي، لو انا عايز اتجنب الاي سي دي كلاس 2، ان انا ممكن اركب لوب ريكوردر، هنلاقي دايما لوب ريكوردر في جايد لاينز السينكوب كانوا يعني بيحتفلوا باحتفال رهيب، ان هما لازم دايما كل جايد لاينز يروح رازعين فيها كلمه لوب ريكوردر، بالذات للتشانيلوباثيز والاسكيميك بيشنت وكده، ان انا لوب ريكوردر كلاس 2 ايه في البيشنت اللي بيجي لهم ريكيرنت ابيسودز اوف انكسبلين سينكوب، وهما ات لو ريسك اوف سادن كاردييك ديث بيسد على الريسك سكورز والحاجات دي كلها. تمام، ممكن اعتمد على لوب ريكوردر عشان اشوف هما بيدخلوا في فرانك في تي ولا لا. وده اللي كان الدكتوره ريحاب بتقوله يا جماعه لما بنتكلم على الريسك ستراتيفيكيشن، ان التريدميل ساعات بيساعدني كريسك ستراتيفيكيشن، والهولتر كمان، ان انا اشوف الهاي ريسك فيتشرز زي تي ويف الترنانس، زي ان مثلا مع التاكيكاردي ما بيحصلش شورتنج للكيو تي، دي هاي ريسك ساين. الحاجات دي كلها بتفرق معايا ان انا اقول انا ممكن استنى وابوستبون خطوه الاي سي دي واعتمد على الميديكيشن، عشان ما افضلش الطفل الولد ده 16 سنه معيشه باي سي دي من هو عنده 16 سنه، بتبقى الموضوع ديفاستيتنج الى حد ما. هندخل في اخر كيس معانا النهارده في المحاضره، بس قبلها حد عنده اي استفسار ليه علاقه بكيس 2 او بالاريثميك سينكوب بصفه عامه بالانفستيجيشنز بتاعتها؟ حد عنده اي سؤال في الجزئيه اللي فاتت؟ لو ممكن استاذ حضرتك دكتور شريف، بالنسبه للكيو تي لما بتتقاس بالهولتر، حضرتك يعني شايف انها بتبقى اكوريت او كان فاليديت الفالوز اللي معايا بالهولتر، ولا ما اقدرش اعتمد عليها ولازم تكون موجوده في ال 12 ليت سيرفيس اي سي جي؟ بص هو بيني وبينك لو عايز رأيي الشخصي مش رأيي باي انا بعتمد على كوريكت يو تي من 12 ليد، لان انا بعتمد عليها في 12 ليد بشوف الهارت ريت، ولكن هي ينفع تتقاس في الهولتر ككوريكت كيو تي، ان انا هشوف في الستريب اللي قدامي مثلا في تايم معين من الهولتر، هحسب السايكل لينس، احسب الهارت ريت، واعمل الكالكوليشن بتاعت البازيت فورمولا ساعتها، فممكن. تمام، في بعض البرامج بتاعت الهولتر بيقيس الكيو تي افريج كيو تي، فده ممكن لو السي ما فيهوش ارتفاكس كتير ممكن اعتمد عليها. تمام، ولكن اعتقد هو بيقيس الكيو تي اكتر، يعني ما مش عارف ان كانت هي البرامج اللي بتقيسها ككوريكت كيو تي ولا كيو تي، هو بيكتب عليها كوريكتد، هل هو اكشلي بي كوريكتد اكوردنج للهارت ريت؟ ايم نوت شور، انا شفتها في برنامج واحد بس مش فاكر اسم البرنامج ايه،
شفتها في برنامج واحد انه فعلا بيقول لك الداي تايم افريج كيو تي كانت كذا كوركت كيو تي والافريج كوركت كيو تي في النايت والافريج ثرو اوت ذا داي. فصراحه انا بثق اكتر في 12 في سي جي وبعتمد على يا اما بحسبها انا بنفسي او بعتمد على الابلكيشن الموبايل اللي انا بدخل له الرقمين وهو بيروح بيطلعها لي. فالاي سي جي اكشلي ما اعرفش بحسب مور اكوريت. بس هل ممكن تطلع بيبرز تقول لك ان في الهولتر ريلايبل؟ اكيد ممكن. على فكره من الحاجات المهمه يا جماعه برضو في بارامتر مهم اعتقد بعضكم سمع عنه اسمه كيو تي ديسبيرشن. كيو تي ديسبيرشن ده احد البارامترز اللي بتعمل ريسك سيرتيفيكيشن. يعني ايه كيو تي ديسبيرشن؟ كيو تي ديسبيرشن ان انا في 12 ليد اي سي جي بشوف ما بين لونجست كيو تي انترفال في اي واحد في واحد من ال 12 ليد ماينس الشورتست كيو تي انترفال. كل ما الديسبيرشن ده بيزيد يعني الفرق بين اللونجست والشورتست اطول كل ما ده يقول لي ان في ديسكريبنسي في ال QT interval ما بين the different regions of the heart وده بي favor ال ترسال دقوة وان يحصل اسمه ده يحصل early after depolarization تأدي لي ال long QT syndrome تأدي لل VT. فال QT dispersion احد الحاجات اللي ممكن نستخدمها في risk stratification في حالات ال long QT syndrome. ندخل في case number 3 دي اخر case معنا. ده سيناريو مشهور جدا وكلنا يعني بنفضل بقى ندخل في نقاشات وجدالات فيه. 52 year old patients جاي الـ OPC بيشتكي من 2 fainting episodes 1 week ago. The first one حصلت وهو قاعد بيتفرج على التلفزيون ما كانش فيه اي warning ونخلي بالنا من كلمة قاعد بيتفرج على التلفزيون. تاني مرة حصلت لمدة دقيقة على كلام مراته تمام. سوري هوري اول مرة كانت مدة دقيقة قدام التلفزيون. تاني مرة كان هو بياكل وقعدت معاه 10-20 ثانية وهو denied any choking. يعني لما سألناه لأن طبعا دي من الحاجات المهمة تسأله انت شرقت ساعات ممكن يقول لك لا هو شرق لا هو ما شرقش ما كانش choking تمام. وطبعا احنا بنتكلم في سينكوب. هو سموكر وعنده history of anterior stenosis 2 years ago وعمل primary PCI لل LED campaign تدور 8 ساعات. next دكتور احمد كده بعد اذنك الاول. العيان بياخد aspirin وsofastatin pisoprolol romipril تمام و في الاكزامينيشن ضغطه 160 هارت ريت 70 chest cardiac examination lower limb unremarkable. فبالتالي انا دلوقتي عايز اجاوب على الاربع اسئله اللي احنا متعودين نسالهم في اي حاله سينكوب. من الكيس سيناريو ده عايزين نطلع الحاجات اللي بالنسبه لنا زي بترفع لنا كده الريد الارمز في الحاله زي دي. نشوف كده مع بعض السلايد اللي بعدها واسمع رأيك. السلايد اللي بعدها يا دكتور احمد بعد اذنك. ها نطلع من الكيس سيناريو ده ايه يا جماعه معلومات مهمه بالنسبه لنا. هي اول حاجه ان هي حصلت له وهو قاعد تمام. ثاني حاجه ان هو كان فيه هيستوري قبل كده للانتيرير ام اي ده يقول لنا ان كاردياك سينكوب تمام. صح جدا زي ما حضرتك قلت يا دكتور ان دلوقتي عندنا هنشوف سنيكس دكتور احمد مره جات له قاعد قدام التلفزيون واضحه قوي هنا واحد جاله سينكوب وهو قاعد ده لا كان بيتخانق يعني برضو احنا سالنا على تريجرز ما كانش بيتخانق ما كانش مثلا قام وقف لا هو قاعد فجاه اغمى عليه. دي حاجه بالنسبه لي ترعبني طبعا. مره هو قاعد بياكل ولازم دايما في الاكل اسال عن التشوكينج لان احنا عارفين التشوكينج لوحده ممكن يكون سبب ان واحد يغمى عليه وهو بياكل اب تو انه يموت تمام. فالتشوكينج وعشان كده في الهملك مانوفرز والحاجات اللي بتتم في الاسعافات الاوليه لحالات التشوكينج لانها قد تؤدي الى الوفاه. فهنا لا هو ما كانش تشوكينج. وطبعا حته انه جاله انتيريور ستيمي وكان بينتو دور 8 ساعات فده اتوقع يكون عنده ال في ديسفانكشن. حصل عنده ال في ديسفانكشن نتيجه الانفاركشن. فلو حبيت اسال العيان دوت اسئله ثانيه احب اساله ايه في السلايد اللي بعدها. هسال العيان دوت على الاسئله اللي احنا بنسالها في كل مره تمام. بالبيتيشن ولا لا الحاجات دي كلها. فلما سالت العيان قال لي مفيش بالبيتيشن تمام. لما سالته على الجيركينج قال ان في جيركينج موشن على كلام مراته يعني مراته على كلام مراته. طبعا الجمله الشهيره اللي بنسمعها ساعات في بعض الحالات من اهل العيان يقول لك يا دكتور ده قاعد يرفص ويعني عينه غربت وقاعد يطلع رغاوي من بقه لدرجه ان كلنا قعدنا نتشاهد وقلنا ده خلاص هيموت او بيموت خلاص. وده طبعا وصل نسمعه من مرضى كتير يخليك تحس ان انت بتتكلم في سيناريو يخض. ده مش سيناريو مريح يعني انت قبطه ان انت بتحس ان انت اللي بيحكي لك القصه بيحكي لك هو مخضوض من كتر ما هو حس ان هو شاف الشخص اللي قدامه ده شافه بيموت فعلا. حصل في ستاندي بوزيشن؟ لا العين انكر قال لك عمرها ما حصل ستاندي بوزيشن. فاميلي هيستوري ستاندينج كاردييك ديس العيان قال لا بس هو عنده فاميلي هيستوري كورونري ارت ديزيز ان هيز فادر
تمام. فطبعا بالهيستوري ده يعني هبقى بهزر لو ما فكرتش فيه كاردياك سينكوب تمام. وهنا انا بفكر ان هو عنده ال في ديسفانكشن نتيجه الام اي، فطبعا هفكر ان هو يا اما جاله جي تي بسبب ال في ديسفانكشن، حصل نوع من السكار ريليتد في تي نتيجه انه اكيد ام اي وقعد 8 ساعات قبل ما يدخل القسطره، احتمال كبير يكون اتكونت عنده سكار في الانتير وول حصل عليها في تي. فانا دوري احاول اثبت حاجه زي دي. طبعا من غير كلام من غير ما نسال هنحتاج على طول ندخل في البيزك انفستيجيشنز من الاول، هعمل اي سي جي وهعمل ايكو لان انا بتكلم في عين اسكيميك ولازم اشوف الفانكشن ايه. الاي سي جي كان فيه باثولوجيكال كيو زي ما احنا شايفين بدءا من في 1 لغايه في 3 وفي ريزيدوال الفيشن بسيط قوي ممكن يكون موجود مازال ومع اس تي ديبريشن في الانفيريور ليدز. لما عملنا بعد كده ايكوكارديوجرافي بين ان الاجكشن فراكشن من 40 ل 45% مع اكاينيتيك ايبكس وايبيكال سيجمنتس وايبيكال بوستيريور سيبتوم ومايد ميتر بريستيشن. فانا بتكلم ان انا عندي مودريت ال في سيستوليك ديسفانكشن وكون ان هو موجود بقاله 3 سنين من ساعه الام اي، فانا بتكلم في حاجه خلاص بقت بيرزيستنس وفي الاغلب انا بتكلم في سكار من غير ما احتاج اعمل ام ار اي ولا حاجه، ده عنده سكار في الهارت ماديا ان هو ما زال عنده بيرزيستنس في ديسفانكشن. هنا بقى السؤال، تحبوا تعملوا ايه؟ اي سي جي مونيتورينج اي بي ستادي اي سي دي؟ ها هل تحبوا نعمل فوتنج عليها؟ الشات هنا شغال دكتور احمد يعني ممكن نعمل عليها فوتنج لان هي صراحه ده سؤال مهم جدا ده هنعمل عليه ديسكشن رهيب. نعمل الشات شغال بس ما اعرفش حكايه الفوتنج. طبعا الشات اللي مثلا كل واحد يختار الجمله بتاعته ونشوف اغلبيه الاجابات ماشيه مع ايه لان ده سؤال مهم والسيناريو ده بيتكرر وبيسعى عليه دايليما جامده لما بنناقش فيه. ندخل يا جماعه لمده 30 ثانيه بس نكتب في الشات الراي ايه، هل نعمل اي سي جي مونيتورنج يعني نطلب فولتر او لوب ريكوردر، نعمل اي بي ستادي، نعمل اي سي دي؟ طيب هو طبعا يعني في اراء يعني فرايتيز من الاراء وده يدل فعلا ان يعني السؤال ده فعلا بيعبر عن حاله من ان الموضوع ده السيناريو ده لما بنشوفه بيبقى فيه اختلاف جامد من الدكاتره ما بين اراء بتقول نعمل اس جي مونيتورنج نعمل اي بي ستاتي نعمل اي سي. نشوف مع بعض سلايد نيكست سلايد بعدها هنلاقي هنا مثلا ان في الجايد لاينز اتكلمت على الموضوع ده بالذات جايد لاينز السينكوب، فهنلاقي مثلا ان هي وضحت سلايد نشوف نيكست دكتور احمد قالت في حته مهمه جدا في جايدلاينز سينكوب ان اي سي دي شود بي كونسيدرد ان بيشنت ويز اجكشن فراكشن مور ذان 35 ويز ريكرنت سينكوب ديو تو في تي وين كاثيتر ابليشن اند فارماكولوجيكال ثيرابي هاف فيلد اور كود نوت بي بيرفورمد. يعني لو اجكشن فراكشن اقل من 35 وهي هنا ليه قال اجكشن فراكشن اقل من 35 لان لو اقل من 35 ده لوحده بيكون انديكيتيف فور برايمري بريفنشن بلكو كمان يكون بيجي له في تي، فلو فوق ال 35 هنا بنتكلم في ان فوق ال 35 بيجي له ريكيرنس كوب ديو تو في تي والكاتيتر ابليشن مش افيلبل، فاكيد انا ما عنديش حل ابورت بيه الفي تي فهضطر اركب اي سي دي. ولكن هنا نيكست هنلاقي ان ما فيش دوكيومنتيشن واضح للحاله، هو الاجكشن فراكشن فوق ال 35 ولكن انا مش قادر اقول هو جاله في تي فعلا ولا لا، انا باسيوم انها في تي. فايه الحل في موقف زي دوت؟ شوف السلايد اللي بعدها هنلاقي هنا برضو الجايد لاينز جاوبت على الموضوع ده في حالات البيشنتس اللي هم عندهم unexplained syncope. يعني اللي فاتت كنا بنتكلم عن الفي تي فما ينفعش امسكها واروح مطبقها على الحاله بتاعتي لان انا ما عنديش documentation، ولكن هنا انا عندي unexplained syncope مع ال في dysfunction. فهنا في عندي جمله واضحه اي سي دي شود بي كونسيدرد ان بيشنت ويز unexplained syncope with systolic impairment but without current indication for ICD to reduce the risk of sudden death. يعني انا هنا ممكن اعتبر ان ده عنده systolic impairment بيجي له unexplained syncope فانا ممكن اعمل هنا ICD implantation. هو مش indicated for primary prevention زي المربع الاولاني تمام، وفي نفس الوقت ما اقدرش اضيع عليه الفرصه كده وخلاص. ممكن كلاس 2 بي ان انا اقول هركب لوب ريكوردر لو هو ريكرنس وسيستوليك امبيرمنت وما عنديش كرنت انديكيشن ممكن حد يقول انا هعمل لوب ريكوردر، ولكن ممكن حد يمسك في المربع اللي في النص ويقول انا هركب للعيان ده اي سي دي بيزد على الايفيدنس ده في الجايد لاينز. نيكست سلايد نشوف
ان هنا بقى ساعتها في الجايد لاينز نفسها بتاعه السينكوب قالوا جمله ثانيه ان patient with syncope and the previous MI or other scar related disease زي dilated cardiomyopathy زي الارثموجينيك ار في كارديوميوباثي زي الهايبرتروفيك كارديوميوباثي EP study is indicated with syncope when syncope remains unexplained after non-invasive evaluation. فبعد ما اللي فاتت كان عندنا احقيه ان ندخل نركب ICD للعيان ده وتعالوا يلا نركب له ICD برضو جات الجايد لاينز قالت حاجه مهمه ان عيان زي ده previous MI فعنده سكار اكيد وبيجي له سينكوب وما قالتش ان في دوكيومنتيشن يعني انت ما تعرفش دي ايه هي سينكوب انت بتتوقع انها كاردياك هعمل اي بي ستادي بغرض الفي تي ستيم او في تي ستيميوليشن بيربز يعني انا هدخل اي بي ستادي مش عشان ادور على اي في ان ار تي واي في ار تي لا انا هدخل اشوف عنده انديوسبل في تي يعني انا هدخل اعمل فينتريكولار بيسنج اعمل سنجل دبل تريبل اكسترا سيملس في Apex في الـ RVOT up to ان بعض الناس بتعمل الـ LV كمان تدخل retrograde approach عشان اشوف في inducible inducible VT ولا لا. فهنا انا رأيي حالة زي دي انا ما عنديش strict indication ان انا ادخل اركب ICD على طول تمام انا ممكن اجو فور EP study بالذات ان انا هنا مش بتكلم برضو في survivor of sudden cardiac arrest وكان سيرفايرو سالين كارديك اريست والعيان خد ريسسيتيشن ودي سي طبعا وش انا هدخل في اي سي دي ولكن هنا انا بتكلم في تو شورتس ابيسودز اوف سينكوب وعندي سكار انا هدخل اعمل اي بي ستادي بغرض الفي تي ستيميوليشن نيكست. معلش يا دكتور شريف. طب دكتور شريف ممكن بس كومنت؟ اه اتفضل طبعا يا دكتور. ماشي دكتور شريف معلش العيان ده والعيان ده اسكيميك هارت ديزيز اوريدي نون ان هو اسكيميك هارت ديزيز وستاتس بوست بي سي اي 2 ييرز اجو فاعتقد العيان ده جاله سنكوب وي هاف تو سيرش اباوت كورونا ار ديزيز فاعتقد العيان ده ممكن يعمل كورونا انجيو الاول تو رول اوت اني اكوت كورونا سندروم ايفنت وبعد كده نستنى 40 دايز لو العيان ده يعني ستيل بيجي له سنكوب ممكن نركب في الحاله دي اي سي دي لكن لو كسكندري بريفنشن لكن اوريدي انا ما عنديش يعني هو لسه ستيل ما قلتش عليه ان اكسبلين سنكوب لان انا ما عملتش اي انفستيجيشن يعني العيان ده انا ما عملتلوش اي انفستيجيشن تو دوكيومنت لو انا عملت انفستيجيشن عملت هولتر مونيتورنج وليت العيان ده نيجاتيف فروم اني اريزميك بوينت اوف فيو ففي الحاله دي ممكن اقول ان ده ان اكسبلين سنكوب وجو ويز كلاس 2 بي انديكيشن لكن اعتقد فروم كلينيكال بوينت اوف فيو في العيان ده يتصور الاول ينعمل كورونا انجيو رول اوت وخاصه هو نون ان هو كورونا ار ديز ريفاسكولارايزنج هيم ويت فور 40 دايز زين جوز اي سي دي لو دوكيومنتد سينكوبيا ده معرفش راي حضرتك ايه انا اوافق حضرتك جدا طبعا في رايي ده وده انا لسه كنت يعني طبقت نفس النظريه بتاعت حضرتك في حاله وكان حاله دوكيومنتد في تي اسكيميك ودوكيومنتد في تي ان انا عملت كورونا انجيو الاول فانا بوافق حضرتك جدا في النقطه دي هو طبعا لو الانجيو بين لي ان هو في كالبريت ليجن واضح انا طبعا هدخله هريفاسكولارايز زي ما حضرتك قلت وهستنى اشوف حصل كلينيكال امبروفمنت بعدها ولا لا المشكله بتبقى في ايه بقى وده اللي حصل في الحاله اللي انا بقول لحضرتك عليه ان هو لو لقيت عنده سي تي او بتبقى النظريه ساعتها بتقول طب ادخل افتح السي تي او بالذات بقى لو السي تي او اللي باين عندي ده في الانجيو ماشي مع التريتوري في الايكو يعني الحاله اللي كنت مثلا شفتها من اسبوعين كان العيان عنده اكاينيزيا في البوستيريور وور واللاترال وور بشكل واضح مع مودريت ميتر ريجستريشن نتيجه الريستريكتد بوستيريور ميتر فالف ليفلت وفي نفس الوقت البيشنت عنده سي تي او في الاس اكس فبقيت انت ما بين ادخل افتح السي تي او وتراي فيه فبالتالي ممكن العيان ده يتحسن ولا العيان ده سكار وفتح السي تي او مش هيفيد اي حاجه غير ان هو هياخد صبغه على الفاضي راديشن على الفاضي ريسك اوف كومبليكيشنز وكوست طبعا زائد كمان ان في بعض البيبرز كانت بتتكلم على السكار ريليتد في تي في بعض الحالات ممكن اب تو انها تزيد بعد الاوبننج بتاع السكار لان انت بتغير الري انتري او الاسمس اللي موجود فده ممكن يخلي ان يزود ال انسنس اوف في تي في بعض الكيس ريبورت انا ما قلتش ان طبعا في اسوسيشن ما بين كده وكده انا بقول بس لبعض الكيس ريبورت فهي دي بتبقى المشكله اللي بتعمل دايليما افتح ولا ما افتحش تي او ولكن انا اوافق حضرتك جدا انه طبعا هنعمل كورونا انجيو دي انا بس ممكن ما قلتهاش هنا عشان خاطر كنت باي باست الخطوه دي للخطوه اللي بعدها ولكن فعلا الانجيو هيبقى مهم فهنا طبعا لو انا عملت انجيو ام ذا اي اكسكلودد اسكيميا يعني ما لقيتش تفسير هنا في الحاله دي انا هنا هجو فور ان انا
هعمل اي بي ستادي زي ما احنا شايفين هنا ان هدف الاي بي ستادي ان انا اشوف هعمل اندكشن لسستيند مونومورفيك في تي. مش هدفي هنا يا جماعه ان انا انديوس في اف، لان خلي بالكم في الاي بي ستادي لو عملت اكستنسيف ستيميليشن انا ممكن غصب عني انديوس في اف، ده مش سبيسيفيك. انا هدفي ان انا انديوس مونومورفيك لان السكار ريليتد في تي بتكون مونومورفيك. البوليمورفيك في الاغلب بتحصل في حالات الاكيوت ام اي، في حالات الكترولايت ديس اوردر، ولكن السكار ريليتد في الاغلب بتكون مونومورفيك او ممكن تكون بليومورفيك، يعني شوينج مور ذان وان مورفولوجي، بس مش هتبقى موليمورفيك. فده هدف الاي بي ستادي. لو كان عندي دوكيومنتد في تي طبعا كنت لازم هركب اي سي دي على طول لان خلاص القصه خلصت. لكن لو هنا مفيش دوكيومنتيشن انا ممكن اعمل اي بي ستادي، طلع عندي في تي اي جو فور اي سي دي طبعا، مفيش انا ممكن اجو فور انتنسيفيكيشن اوف ميديكال تريتمنت اند فولو اب. نيكست هنشوف السلايد اللي بعدها. ان اي سي دي انديكيتد في حالات السنكوب والبريفيت ام اي اللي جالهم في تي ديورينج الاي بي ستادي، فانا في موقف زي دوت انا اختار ان انا اعمل اي بي ستادي تو جو فور في تي ستيم، ولكن في بعض الاراء ممكن يجو فور اي سي دي بيز على كده، ولكن انا افضل ان ابسنس اوف دوكيومنتيشن ان نعمل اي بي ستادي في حاله زي دي. نيكست الاي ستادي طبعا زي ما احنا عارفين الدور ايه، طبعا سينكوب وبريفيس ام اي بيكون كلاس 1 بريفيس ام اي بسكورليتد في تي ان انا اعمل سكورليتد هارت ديزيز ان انا اعمل لو السينكوب ما زالت مش متشخصه بالنون انفيزيف تيست، زائد الدور بتاعها طبعا بعد كده في حالات البايسيترا بلوك، في حاله الاسيمتوماتيك ساينس براديكارديا عشان اعمل ساينس نود ريكفري. يعني الاي بي ستادي من الحاجات اللي ليها سبيسيفيك انديكيشن في حالات السينكوب ولازم اعملها بغرض ان انا داخل بدور على حاجه معينه، مش داخل اعملها كده وخلاص كجزء من الورك اب، يعني لازم ابقى داخل انا عارف بدور على ايه في حاله زي دي، لان الحاجات اللي بتتعمل في كل انديكيشن من دول ما بتتعملش روتين. يعني ما حدش فينا روتين بيعمل في تي ستيم بروتوكول في الاي بي ستادي، ما حدش فينا بيعمل روتين نود ريكفري تايم يحسبه، ما حدش فينا بيقعد يعمل انكريمنتال اتريال بيسنج عشان يشوف الاي في بلوك، ما حدش فينا بيعملها كروتين، ولكن لازم تكون عارف انا بعمل اي بي ستادي عشان بدور على كذا من الحاجات اللي محطوطه عندي. تمام. نيكست هنا انا هختار زي ما قلنا في حاله زي ديت اي بي ستادي، ولو ان بعض الاراء انا عارف ممكن تقول اي سي دي وهي اراء محترم جدا، لقيت في تي في الاي بي ستادي هل جو فور اي سي دي، مفيش اي ويل اوبتمايز انتي اسكيميك تريتمنت وبالذات الميديكيشنز بتلور مورتاليتي زي البيتا بلوكرز في حاله زي ديت مهمه جدا. نيكست طبعا هنا البرايمري بريفنشن للسادن كارديك ديس والبيشنت اسكيميك هارت ديزيز. تمام. طبعا بنتكلم دايما على الحالات ديت ان هي امتى بنكتب اي سي دي وامتى لا، ونغلي بالنا دايما ان في حاجه مهمه ان كلاس 3 ان انا اركب اي سي دي في حالات انها كلاس 4 او حالات الاند ستيج هارت فيلير، لان دايما يا جماعه الاي سي دي مهم جدا. بتكلم على اللايف اكسبكتنسي، اللايف اكسبكتنسي من الحاجات المهمه اللي اخد بالي منها، ما ينفعش يكون عندي شورت لايف اكسبكتنسي عيان اند ستيج هارت فيلير وعلى ماكسيمم سبورتس وانا يعني الموضوع صعب قوي في الويننج وحد يفكر لك اركب له اي سي دي، هنا بيبقى الموضوع يعني نصف ان انا اركب اي سي دي لواحد انا عارف انه شورت لايف اكسبكتنسي، لان انا عارف ان اوريدي هو مش هيعيش اكتر من سنه، عشان كده اللايف اكسبكتنسي من الحاجات اللي لازم اراعيها في حالات الاي سي دي. نيكست كده هيستوري دي انتهينا منها، بس قبل ما اقول التيك هوم مسج بتاعت المحاضره، طيب نقول التيك هوم مسج بتاعتنا. احنا النهارده اللي اتفقنا عليه الاربع اسئله الاساسيين اللي قلناهم في اي حاله سينكوب لازم احطهم في دماغي وانا بتكلم مع عيان، هل دي لوس اوف كونشس ولا لا، هل ده سينكوبال ولا سينكوبال، هل في كرير ايتيولوجي، هل في هاي ريسك فيتشرز ولا لا، هيستوري ثم الهيستوري ثم الهيستوري هو الكورنر ستون. قبل ما اقوم افحص العيان قبل ما اطلب انفستيجيشنز الهيستوري هو اللي هيفرق معايا. الانفستيجيشنز مفيش حاجه اسمها يا جماعه فانل اوف انفستيجيشن بيتعمل لاي عين سينكوب، اللي هو اي عين سينكوب اي سي جي وايكو هولتر وتيل تيبل زي ما بنشوف كتير جدا للاسف في البراكتس بيتعمل، هي مش اسطمبه، مش باكج انفستيجيشنز بتتعمل زي في حالات التشيست بين او الديسني او الكلام ده كله، لا الموضوع هيفرق. اي سي جي وايكو اساسي في اي عيان ما فيهاش كلام، الهولتر مش هطلبه في كل الحالات، هيفرق جدا على حسب نوع السينكوب وعلى حسب الفريكوانسي. التيل تيبل مش بيطلب روتين، مش اسمها روتين تيل تيبل تيست. الستريس اس جي هيبقى في سبيسيفيك سيتويشن، اكتيف ستاندنج تيست، الحاجات دي كلها هتكون في سبيسيفيك سيتويشنز، فالانفستيجيشن تيلورد اكوردنجلي الايتيولوجي اللي انا شاكك فيه. شكرا جزيلا ليكم، ويعني انا استفدت بالمحاضره دي، وكمان يعني انا استفدت بصراحه، يعني انا نفسي استفدت من معلومات يعني سواء قالتها دكتوره رحاب ودكتور انور ودكتور بيومي ودكتور احمد ودكتور ميرفا طبعا في الاول لما يعني شرفتنا مشاركتها، فيعني انا مستفيد زيكم فعلا، واستفدت فعلا معلومات حلوه جدا، انا بشكركم على الفرصه دي.